النهارده ان شاء الله هنبتدي اول شابتر لينا كده يعني سمو الله. وعايز يعني قبل ما نعمل اي حاجه خالص يعني قبل ما نبتدي كده نحط التارجت بتاعنا يا دكاتره. انا شخصيا كان عندي تارجت، انا كنت كاتب في كل يعني الكتب بتاعتي والمذكرات بتاعتي السكور اللي انا عايز اجيبه، فاهمني؟ فدي نقطه مهمه جدا. انا عايز اقول لحضراتكم ان باص واي اليو اس مالي حواليه شائعات كتير جدا، يعني انا بتسال يوميا اسئله: يا دكتور هو الموضوع مستحيل؟ هو الموضوع صعب؟ هو انا مش عارف اجيب سكور؟ فالاسئله دي كلها يعني اسئله متكرره. لا، انت حط قدامك التارجت بتاعك من البدايه خالص كده واشتغل عليه، يعني حط التارجت اللي انت عايز توصل له واشتغل عليه من البدايه كده يا دكاتره. السؤال المتكرر: الفيديوهات هتنزل على الموقع؟ الفيديوهات يا دكاتره بيبقى ليها اعاده، يعني ده كورس اونلاين، انا يهمني ان انت تتفاعل معايا، يعني ده مش كورس اوفلاين. يعني انا الجزء المهم في الكورس ان يبقى فيه تفاعل وان يبقى فيه، لكن الشرح موجود في اي حته يا دكاتره، ولكن الفيديوهات هيبقى ليها اعاده في وقت ثابت. وفي نفس الوقت برضو في فيديوهات هتبقى موجوده على الموقع، بس طبعا هي الموقع بيمسحها بعد وقت معين يعني. فطبعا لو انت غبت في محاضره او حاجه كلمهم، مثلا انت كان عندك ظروف وهيدوك لينك للمحاضره دي يعني. مش عارف المحاضرة، طيب بص يا دكاترة، دي إعادة المحاضرة الأولانية، احنا كده بنبدأ من الصفر أهو. المحاضرة التانية هتتعاد، المحاضرة التانية بالفعل متسجلة، و يعني خلاص أنت هتحضر المحاضرة التانية، يعني أنتوا بعد المحاضرة دي هتحضروا المحاضرة التانية، يبقى أنتوا كده ماشيين مع المجموعة يعني. تمام؟ خلونا ننطلق كده ونبدأ الأول عشان ما نضيعش وقت. انا عايز اول حاجه يكون معاك يعني ورق جنبك كده، يعني نوته كده جنبك تكتب فيها الكلام اللي انا هشرحه، او تاخد سكرين شوت للشاشه او تصور الشاشه وبعد كده طبعا تحطها في النوته دي. لو انت معاك كتاب بي ار اس يا ريت تفتحه معايا شابتر الاندوكراينولوجي، ولو مش معاك مش مشكله، انا هشير الكتاب دلوقتي بي دي اف، وبعد المحاضره ان شاء الله ما تنضموا للجروب هو هيبقى موجود عليه. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنطبع الكتاب ده. انا دايما بفضل ان الكتب تطبع، هي اسهل في المذاكره يا دكاتره. تمام؟ في البدايه كده انا عايزك تكتب عندك في النوت عن الشابتر ده شويه معلومات كده، ان ده شابتر مهم، ده شابتر غايه في الاهميه. ولو انا قلت لحضرتك ان الشابتر ده مهم، فلازم تعرف ان كل موضوع فيه وارد جدا ان هو يتسال في الامتحان. هناخد شباتر كتير جدا يا دكاتره، يعني مش كل مواضيعها بتتسال في الامتحان، لكن الاندوكراين بدايه يعني من اول موضوع لاخر موضوع بيتسال في الامتحان، ولكن اكتر جزء بيتسال هو الباثولوجي. الكلام اللي انا بقوله ده دكاتره لازم تكتبه عندك في النوت، اكتر جزء بيتسال في الامتحان هو الباثولوجي. الشابتر من الشباتر اللي هي بس محتاجه فهم مني، ولكن الشابتر ان شاء الله هيكون سهل. طيب اساس الشابتر ده هو الفسيولوجي. لو حضرتك فهمت الفسيولوجي كويس، عشان كده احنا هنسترس على الفسيولوجي قوي، لو فهمت الفسيولوجي كويس وانا بشرح الباثولوجي هتلاقيه سهل جدا، وانا بشرح الفارما هتلاقيها سهله للغايه. طيب الشابتر ده يعني جزء الامبريولوجي بتاعه قليل، مش بتسال في الامتحان، في ثلاث معلومات فقط على الامبريولوجي بتساله في الامتحان. يعني في ثلاث معلومات في الشابتر ده امبريولوجي فقط ممكن يتسالوا في الامتحان. الشابتر ده برده ما فيش فيه اناتومي، يعني ما فيش فيه اناتومي غير الاستراكشر بتاع الادرينال جلاند، دي حاجه بسيطه جدا. طيب برده هتلاقوني يا دكاتره في اول كل سيستم بقول لحضرتك ان الفارما بتاعه السيستم ده هو بتدور حوالين موضوع معين. فالفارما بتاعه الشابتر ده، فارما بتاعه شابتر الاندوكراينولوجي، بتدور حوالين التريتمنت اوف دايابيتس ميليتس. تمام؟ الفارما يعني الخريطه الذهنيه ديت اهم من الشابتر نفسه. الفارما بتاعت الشابتر ده يا دكاتره بتدور حوالين التريتمنت اوف دايابيتس ميليتس. كمان شويه مثلا بناخد الجي اي تي هنلاقي الفارما بتاعته بتدور حوالين تريتمنت اوف بيبتيك السر. اما ناخد مثلا الريسبيراتوري هتلاقي الفارما بتاعته بتدور حوالين تريتمنت اوف برونكيال ازمه. فالفارما بتدور حوالين تريتمنت معين وبيبقى معاها شويه ايه ادويه كده يا دكاتره. طيب بدايه كده خدنا في الكليه
بلاش خدنا في الكليه، احنا عارفين ان البيتيوتري جلاند المتداول عنها ان هي المايسترو بتاع الجسم، وكلمه مايسترو يعني منظم، هو اللي بينظم الشغل جوه الجسم. ليه؟ لان هي بتطلع مجموعه من الهرمونات، الهرمونات ده هي بتنتشر في الدم تروح للجلاندس اللي موجوده عندك في الجسم وتديها امر ان هي تطلع الهرمونات او الانزيمات بتاعتها. تاني كده، البيتيوتري جلاند عندك بتطلع مجموعه من الهرمونات، الهرمونات بتنتشر في الجسم وتدي امر للجلاندس اللي موجوده في الجسم، الغدد اللي موجوده في الجسم، ان هي تطلع الهرمونات بتاعتها. دكاتره، بس في معلومه لازم نفهمها كده الاول، ان انا عندي اسمه رابع دكاتره، عندي ده كده الهايبوثالامس، عندي دي كده البيتيوتري جلاند، ده رسم مكروكي كده ليها، ده كده يا دكاتره الهايبوثالامس، دي كده البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند يا دكاتره بتتقسم لانتيريور، جزء امامي، وبوستيريور بيتيوتري جلاند. تمام، الهايبوثالامس يا دكاتره بيطلع مجموعه من الهرمونات بتعمل ريليزنج للهرمونات بتاعت البيتيوتري جلاند، او بتعمل انهبيشن للريليز بتاع الهرمونات بتاعت البيتيوتري جلاند. بمعنى اوضح، ان مثلا عندنا الهايبوثالامس بيطلع هرمون اسمه الجي ان ار اتش، الهايبوثالامس بيطلع هرمون اخر اسمه جي اتش ار اتش، الهايبوثالامس بيطلع السي ار اتش، بيطلع برضه التي ار اتش، بيطلع الدوبامين. تمام، طيب الهايبوثالامس برضه بيطلع الاي دي اتش وبيطلع الاوكسيتوسين. مجموعه الهرمونات دي يا دكاتره بتعمل اكشن، او الاكشن بتاعها بيتم عن طريق ان هي تروح للبيتيوتري جلاند وتعمل ستيموليشن ليها عشان تطلع مجموعه الهرمونات بتاعت البيتيوتري. يعني مثلا انا عندي الجي ان ار اتش بيروح للبيتيوتري جلاند عشان يطلع اف اس اتش وال اتش. خلونا كده نعمل اسهم الاول، انا عايزكم ترسموا ورايا يا دكاتره. الجي ان ار اتش يا دكاتره بيروح للبيتيوتري جلاند عشان يطلع منها الاف اس اتش والال اتش. عندي الجي اتش ار اتش، هو يعني ايه جي ان ار اتش؟ جي ان ار اتش يعني جونادو تروبين ريليزنج هرمون، جونادو تروبين ريليزنج هرمون، بيروح يطلع الاف اس اتش والال اتش، الفوليكل ستيمولاتنج هرمون والليترايزنج هرمون. تمام، طب بالنسبه للجي اتش ار اتش اسمه جروس هرمون ريليزنج هرمون، يعني معنى كده ان هو هيروح للبيتيوتري جلاند ويطلع جروس هرمون. عندي السي ار اتش كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، هيروح للبيتيوتري جلاند يا دكاتره ويطلع منها اي سي تي اتش. انا عندي التي ار اتش السيروتروبين ريليزنج هرمون، هيروح للبيتيوتري جلاند ويطلع منها التي اس اتش. تمام، انا عندي الدوبامين، ده الهرمون الوحيد يا دكاتره اللي بيعمل سبريشن او تثبيط او انهبيشن السكريشن بتاع هرمون بيطلع من البيتيوتري جلاند يتمثل في البرولاكتين. يعني حضرتك عايز تقول يا دكتور، عايز اقول لحضراتكم ان الهرمونات اللي بتطلع من الهايبوثالامس كلها بلا استثناء بتروح على الانتيريو بيتيوتري تعمل ستيموليشن للهرمونات بتاعتها ما عدا البرولاكتين. طب استفاد من الموضوع ده كلينيكال ازاي؟ حضرتك قاعد في المستشفى، دخل عليك بيشنت كان عامل حادثه عربيه، والراجل اللي معاه بيقول لك يا دكتور الهايبوثالامس بتاعه ضرب، انت راجل مذاكر معادله وفاهم الدنيا، فاول حاجه هتيجي في دماغك ايه؟ ده الهايبوثالامس ضرب، يعني معنى كده ان كل الهرمونات اللي بتطلع من البيتيوتري جلاند قليله ما عدا البرولاكتين هيزيد. ليه؟ لان هو ده اللي كان واقف له بالمرصاد، فاهمني؟ يعني البرولاكتين يا دكاتره هو اللي كان واقف الدوبامين هو اللي كان واقف للبرولاكتين بالمرصاد. طب مين اللي بيطلع البرولاكتين؟ خد المعلومه دي كده على ما افسرها لك اكتر. التي ار اتش بيعمل سكريشن للبرولاكتين، يعني التي ار اتش عندي ليه وظيفتين، الوظيفه الاولانيه يا دكاتره ان هو يطلع التي اس اتش، والوظيفه الثانيه ان هو يطلع البرولاكتين مع الاستروجين، وهتكلم عن البرولاكتين تفصيليا الوقت. تمام، طيب ده بالنسبه للانتيريور بيتيوتري جلاند يا دكاتره. تمام، طيب بالنسبه للبوستيريور بيتيوتري جلاند، البوستيريور بيتيوتري جلاند ما لهاش وظيفه افرازيه،
البوستيريور بيتيتر جلاند دكاتره ملهاش وظيفه افرازيه، ما هي الا مخزن للهرمونات اللي بتطلع عندي من الهايبوثالاموس. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم ان الاي دي اتش والاوكسيتوسين بيروحوا يتخزنوا في الهايبوثالاموس لحد ما يتعمل لهم سكريشن، يعني ما بيطلعوش هرمونات هم في حد ذاتهم، بيروحوا يتخزنوا لحد ما يتعمل لهم سكريشن في الجسم. جميل جدا. طيب السؤال اللي المفروض اساله لنفسي، هي الهرمونات ازاي بتتنقل من الهايبوثالاموس للبيتيوتري جلاند؟ وهل في اختلاف ما بين الانتيريور بيتيوتري في وسيله الربط بتاعتها مع الهايبوثالاموس عن البوستيريور بيتيوتري ولا لا؟ طيب بصوا يا دكاتره، اول حاجه انا عندي ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري جلاند بلود فيسل، تمام؟ عندي ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري جلاند بلود فيسل، فاهمني؟ وما بين الهايبوثالاموس والبوستيريور بيتيوتر جلاند يا دكاتره نيورونال تيشو. بالراحه كده، انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم ان في بلود فيسل رابطه الهايبوثالاموس دهوت مع الانتير بيتيوتر جلاند، المواد بتتصنع في الهايبوثالاموس وتمشي في البلود فيسل ده، يعني في الاوعيه الدمويه ده تروح تتخزن او تروح تعمل ستيموليشن لهرمونات الانتير بيتيوتر جلاند. الحته دي كده اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيستم. طيب هو يعني ايه بورتال سيستم بلغه الطب؟ كلمه بورتال سيستم يعني لوكالايزد سيركيليشن، يعني دوره دمويه قاصره على هذا المكان، فاهمني؟ انا عندي ثلاثه بورتال سيستم موجودين في الجسم، اكتبوا ورايا. اول بورتال سيستم انا اتكلمت عنه اهو، بورتال سيستم اللي هو ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري جلاند، اللي هو اسمه هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. والبورتال سيستم الثاني اللي كل الناس تعرفه بتاع الليفر، فاهمني؟ انا عندي بورتال سيركيليشن موجوده في الليفر. والبورتال سيستم رقم ثلاثه ده يعني قليل اللي يعرفه، ده موجود ما بين الايلت سيلز بتاعت البنكرياس، فاهمني؟ يعني ما بين الالفا والدلتا والبيتا سيلز بتاعت البنكرياس يا دكاتره، عشان يسهل التعاون ما بينها. وطبعا هشرح الحته دي تفصيليا في البنكرياس لما اجي اتكلم عنها، تمام؟ يبقى اذا اللي انا عايز اعرفه هنا ان وسيله الربط ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري جلاند هي بلاد فيسل تتمثل في البورتال سيركيليشن. طب بالنسبه بقى للبوستيريور بيتيوتري جلاند الوضع بتاعها عامل ايه؟ لا ده البوستيريور بيتيوتري جلاند مربوطه بالهايبوثالاموس عن طريق نيورونال تيشو، بمعنى ان انا عندي ده نيرف اهو، النيرف ده دكاتره الراس بتاعته ده ايه؟ موجوده فوق في الهايبوثالاموس، والدندرايتس موجوده تحت في الانتير بيتيوتري جلاند. طيب طب انا هفرز ازاي دلوقتي يا دكتور؟ او انا هنقل الحاجات اللي انا صنعتها دي ازاي يا دكتور؟ بصوا يا دكاتره، انا عندي الاي دي اتش والاوكسيتوسين ده هم بيتصنعوا، فاهمني؟ ويتعبوا في سيكريتوري جرانيولز ويتنقلوا عن طريق حاجه اسمها اكزونال ترانسبورت. انا عارف ان هو موضوع غريب شويه، فاهمني؟ يعني السكريتوري جرانيولز دي اللي هي الاي دي اتش والاوكسيتوسين يا دكاتره بعديهم جوه حويصله كده وامشيهم، اخلي كارير اسمه النيورو فيزين او نيوروفايزين بروتين يشتلهم ويمشي بيهم لحد الانتير بيتيوتري جلاند يا دكاتره. يبقى زي ما كده الهرمونات مشت في الدم ونزلت للانتيريور، انا عندي الاي دي اتش والاوكسيتوسين هيروح للبوستيريور عن طريق انه هو يتعبى في سيكريتوري جرانيولز ويتنقل عن طريق النيرفس بحاجه اسمها اكزونال ترانسبورت على النيرف ده لحد ما يروح في البوستيريور بيتيوتري جلاند ده دكاتره، تمام؟ طيب النيوروفيزين ده اول سؤال هيقابلنا اهو، ده كده سؤال يتسال في الامتحان. السؤال ده سؤال متكرر جدا في الامتحانات ده دكاتره، تمام؟ يعني النيوروفيزين الكارير ده هو هيتسال في الامتحان. شكل السؤال ده هيتسال ازاي هتكلم معاك فيها في حصه الاسئله. فلو جينا نبص كده دكاتره، يعني هو البيتيوتري جلاند فعلا زي ما احنا عارفين هي المايسترو، ولكن لو جينا نبص كده هنلاقي ان لا ده الهايبوثالاموس هو المايسترو بالنسبه لي، فاهمني؟ لان الهايبوثالاموس حضراتكم بيطلع هرمونات هي اللي بتتحكم في البيتيوتري جلاند، تمام؟ طيب بعد كده عندي بقى الهرمونات دي تمشي في الجسم يا دكاتره تعمل استيموليشن للجلاندس، يعني مثلا الاف اس اتش والال اتش بيروحوا للتستس والاوفري عشان طبعا يعمل لهم استيموليشن عشان الفيرتيليتي والمستويشن، الكلام ده هنتكلم عنه تفصيليا. الجروس هرمون بيروح لكل مكان في الجسم عشان يعمل له جروس. الاي سي تي اتش بيقدر الجلاند عشان يستيموليت الكورتكس بتاعتها. التي اس اتش بيروح للثايرويد جلاند عشان يطلع منها تي 3 وتي 4. البرولاكتين بيروح للبريست عشان يعمل ميلك برودكشن
الاي دي اتش دكاتره بيروح للكيدني عشان يظبط الاوزمولاريتي، الاوكسيتوسين بيروح للبريست عشان يعمل ميلك ليت داون عشان ينزل اللبن، ما يصنعوش، اللي بيصنعه هو البرولاكتين، ويروح طبعا لليوترس عشان يساعد في عمليه الولاده، وهنعرف الكلام ده تفصيلا دلوقتي. اللي لسه ما كتبش ياخد الرسمه دي يا دكاتره سكرين شوت ويكتبها بعد كده. طيب اول هرمون انا هتكلم فيه هو الجروس هرمون، خليه في النص كده. الجروس هرمون احنا قلنا يا دكاتره ان الهايبوثالاموس بيطلع منه الجي اتش ار اتش عشان يروح يعمل استيموليشن للبيتوتري جلاند ويطلع منها الجروس هرمون، تمام؟ طيب الجروس هرمون ده يا دكاتره بيروح مكانين، الجروس هرمون ده اهو بيروح مكانين، المكان الاول هو الليفر، تمام؟ بيروح يطلع منه حاجه اسمها اي جي اف 1، تمام؟ اي جي اف 1 انسولين لايك جروس فاكتور 1، ماشي يا دكاتره؟ وبعد كده يروح بقى لبقيه الجسم، يعني مثلا هيروح للبون، هيروح للمصل، هيروح للاورجانز يا دكاتره عشان يعمل الاكشن بتاعه. يبقى تاني كده الجي اتش ار اتش طلع من الهايبوثالاموس راح للبيتوتري جلاند وطلع منها جروس هرمون، الجروس هرمون راح عندي الليفر طلع منه اي جي اف 1. الاي جي اف 1 ده يا دكاتره ليها اسم اخر وهو السوماتوجين سي، فاهمني؟ يعني ده الاسم الاخر للاي جي اف 1. طيب انا عايز اعمل فيدباك، يعني هل انا هفضل طول الحياه دكاتره اطلع جروس هرمون؟ لا، ده الجروس هرمون ده بيطلع في بلستايل فاشنز، بمعنى انت عندك دلوقتي نوبات من، مش انت يا سيدي، الطفل الصغير ده هو عنده نوبات من النمو، هينمو يعني الاورجنز بتاعته هتكبر، العضلات هتكبر، العظم هيكبر، فبالتالي بطلع الجروس هرمون يعني في نبضات كده، فاهمني؟ عشان انظم الجروس. طيب مش المفروض بعد ما الجروس هرمون يعمل الاكشن بتاعه، بصوا يا دكاتره انا سبت جزء كده في اول الشابتر للناس اللي متابعه معايا في الكتاب اللي هو بتاع السيل ميكانيزم وال يعني وتكوين الهرمون والكلام ده كله، ده كلام فور ساينس، انا اشرحه تفصيليا بس بعد ما اخلص الجزء المهم ده. طيب فالمفروض بعد ما الجروس هرمون يقوم بالاكشن بتاعه ايه اللي يحصل؟ يحصل نيجاتيف فيدباك، اوقف بقى انتاجه. ما هو انا لو فضلت اطلع جروس هرمون عمال على بطاله يا دكاتره هرمو، هبقى شخص عملاق، فاهمني؟ فاللي يحصل ايه؟ ان هو الجروس هرمون ده اهو بعد ما بيروح للتارجت تيشو اللي هي مثلا المصل البون الاورجن، اللي بيحصل ان التارجت تيشو ده اهو، ان التارجت تيشو بيطلع حاجه اسمها سوماتو ميدينز. السوماتو ميدينز ده ايه؟ بتطلع تروح على الجي اتش ار اتش وتعمل له سبريشن، وبرده بتروح على الجروس هرمون وتعمل له سبريشن. يبقى السوماتو ميدين ديت عباره عن ايه؟ يعني عباره عن اشاره بتقول للهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند خلاص الجروس هرمون عمل الاكشن بتاعه وخلاص وقف الانتاج، فتروح على الجي اتش ار اتش تعمل له سبريشن، وتروح على الجروس هرمون تعمل له سبريشن، فيقف انتاج الجروس هرمون. عندي الوسيله الاخرى، الوسيله الاخرى يا دكاتره هي السوماتوستاتين. السوماتوستاتين كده اكتب لي جنبه الهرمون البرنس. يعني ايه هرمون البرنس ده بقى؟ اللي بيقدر على، مش محمد رمضان طبعا، اللي بيقدر على اي هرمون موجود عندك في الجسم. السوماتوستاتين ده الهرمون اللي بيقدر على اي هرمون عندك في الجسم، بيروح يعمل له سبريشن، تمام؟ هناخده في الشابتر ده بيعمل سبريشن لاي هرمون، هناخده في الجي اي تي بيعمل سبريشن للسبلانكينيك انزيم او السبلانكينيك هرمون، وهنكتشف ان مفيش حد بيقدر عليه غير الفيجاس. طبعا هنفهم الكلام ده كله تفصيليا في الجي اي تي. فيجاس، تمام؟ الفيجاس بيعمل له ايه؟ سبريشن. فالسوماتوستاتين ده يا دكاتره برضه بشكل مباشر يروح للجي اتش ار اتش، وبرضه يروح للجروس هرمون فيعمل له سبريشن. يبقى انا عندي اهو سوماتوميدين يعمل سبريشن، وسوماتوستاتين يا دكاتره يعمل سبريشن، وبرضه على فكره الجروس هرمون في حد ذاته بيعمل سبريشن لنفسه. يعني الجروس هرمون كده يعني حس ان هو عمل الاكشن بتاعه وادى دوره في الحياه خلاص، فيقوم عامل ايه؟ سبريشن للانتاج بتاعه ده. فاذا دي كده الفيدباك بتاع الانتاج بتاع الانسولين ده كده. طيب تعالوا كده نتكلم على الحاجات، عفوا الجروس هرمون، الحاجات اللي بتزود الجروس هرمون والحاجات اللي بتقلله. طيب اكتبوا كده التحشيشه او النموذج دي معايا. الحاجات اللي تزود الجروس هرمون هي 3S 3S
وواحد ادلت، الشخص ده اول ما بيبقى ادلت بيروح الجيم، راح الجيم او اول ما بيروح الجيم بيفقد جلوكوز، حصل له هايبوجلايسيميا. تمام يا دكاتره؟ يبقى 3 اس، هم ال 3 اس دول اللي هم ايه؟ السليب، الاسترس، والاستارفيشن. تمام؟ بالراحه بقى كده، انت لما هتنام كتير هيطلع عندك جروس هرمون كتير، فمن هيحصل استيميليشن ليه؟ فهتنمو كتير، هتدخن كتير، الاسترس برضو نفس الفكره، الاستارفيشن نفس الفكره. فاذا 3 اس، طب واحد ادلت دكاتره. امبارح قابلت ابن عمتك، قابلت ابن خالتك، كان عنده 11 سنه، مفيش كده بعدها بكام يوم بقى عنده 13 سنه، قابلته لقيته بسم الله ما شاء الله بقى طول الباب. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بيحصل عمليه انفجار في الجروس، حاجه اسمها جروس سبيرت، مره واحده كده الشخص ده بينمو. هو مره واحده لا، ده الشخص في مرحله الادلت ستيج بيطلع سكس هرمونز، ما هو بدا يحصل له بدا يحصل له اللي هو ادلتنج، او بدا يحصل له السكس هرمونز تطلع عنده بكميات كبيره، فبالتالي السكس هرمونز ديت هتروح تعمل استيموليشن للانتاج بتاع الجروس هرمون عشان يزود حجم الشخص ده في كل حاجه، فاهمني؟ فاذا كلمه واحد ادلت نتيجه ان السكس هرمونز بتطلع بكميات كبيره جدا، فبالتالي هتستفز، هتعمل استيموليشن للانتاج بتاع الجروس هرمون. طب واحد ادلت رايح خلاص بقى، ما بيكبر شويه بيبدا يروح الجيم، صوته بيتخن كده ويبدا يروح الجيم. طب انتوا بتشوفوا طبعا الاشخاص اللي هم بيروحوا الجيم بتاع عندهم عضلات كبيره كده، ناس ضخمه كده، طبعا احنا مالناش دعوه بيهم، احنا الحمد لله ماشيين بادويه، يعني الحمد لله ربنا مشيها معانا بالستر يعني. فالاشخاص يا دكاتره اللي عندهم عضلات ضخمه دي، هو انت ما سالتش نفسك يوم هو ليه العضلات بتاعته ضخمه كده؟ لان بكل بساطه الجيم اللي هو بيروح الاكسرسايز بيزود انتاج الجروس هرمون. اصل ما فيش حاجه بتتم في الجسم كده اعتباطا، يعني الاكسرسايز ده بيزود انتاج الجروس هرمون فيضخم العضلات، فاهمين يا دكاتره؟ طيب كمان دقيقه بالظبط هنعرف ان الجروس هرمون بيزود الجلوكوز، الجروس هرمون بيزود الجلوكوز، فبالتالي لو الجلوكوز قل المفروض ان ده حاجه تستيموليت الجروس هرمون. يعني لو الجلوكوز قل اللي هو يعني عمليه هايبوجلايسيميا، المفروض ان دي حاجه تعمل استيموليشن للجروس هرمون عشان يطلع يصلح الموضوع، فاهمني؟ يزود الجلوكوز، ماشي يا دكاتره؟ يبقى دي الحاجات اللي بتزود. طب بالنسبه للحاجات اللي بتقلله، فهم 2 اس، انا لسه قايلهم بقى دلوقتي، السوماتوميدين والسوماتوستاتين، ماشي يا دكاتره؟ طيب واحده بريجننت، وطبيعي اول ما بتبقى بريجننت بيحصل لها اوبيستي، بقت اوبيس يعني تخنت شويه يعني، وطبيعي اول ما بتبقى اوبيس بيحصل لها هايبر جلايسيميا، حصل لها هايبر جلايسيميا. ماشي يا دكاتره؟ طب خلاص 2 اس احنا عرفناهم، سوماتوميدين وسوماتوستاتين. طب واحده بريجننت، البريجننسي يا دكاتره بيقلل انتاج الجروس هرمون ليه؟ هي الام في ولا في ايه؟ يعني الام دلوقتي بتعمل نمو الطفل، فيعني الطبيعي ان هي تطلع جروس هرمون يعمل نمو لنفسها، للاسف الام مش للاسف يعني فيسيولوجيكالي الام فعلا بتضحي بنفسها اثناء فتره الحمل يعني، فانا بعمل نمو للطفل فهوقف النمو عندي شويه او اوقف الريجنيشن عندي شويه. طيب الاوبستي، الاوبستي تعتبر فيدباك يا دكاتره، هو الانسان اللي هو عنده اوبستي هو كده يعني عنده نمو بزياده يعني، يعني الاديبوس تيشو والجسم والمصل والاورجنز واخد حقها جدا، فالاوبستي نوع من انواع الفيدباك اللي بتقلل اصلا الجروس هرمون. طيب احنا قلنا ان الجروس هرمون بيعمل هايبر جلايسيميا، بيعلي الجلوكوز، فبالتالي الهايبر جلايسيميا يا دكاتره هتقلل جروس هرمون، هايبر جلايسيميا هتقلل الجروس هرمون يا دكاتره. تمام؟ يبقى اذا ده كده الكنترول، اول حاجه 3 اس، واحد ادلت راح الجيم حصل له هايبو جلايسيميا، ثاني حاجه اللي بتقلل 2 اس، واحده بريجننت البريجننسي بقت اوبيس حصل لها هايبر جلايسيميا يا دكاتره. ده بالنسبه للكنترول بتاع الانتاج بتاع الجروس هرمون يا دكاتره. طب تعالوا كده نتكلم على الاكشن، هو الجروس هرمون اصلا من غير ما اتكلم عليه يعني هو اسمه جروس هرمون فهو هيعمل جروس، ده يعني حاجه منطقيه جدا، ولكن اول حاجه يا دكاتره هو بيروح للليفر،
تمام؟ زي ما قلنا يطلع من الليفر الـ IGF-1 تمام؟ والـ IGF-1 ده دكاترة اكتبوا جنبه كده الدراع اليمين بتاع الجروس هرمون. الـ IGF-1 يا دكاترة هو الدراع اليمين بتاع الجروس هرمون. ده اللي هيقوم اصلا بالاكشن الرئيسي بتاع الجروس هرمون للدكاتره. هو اسمه اي جي اف 1 اختصارا لايه؟ انسولين لايك جروس فاكتور. طب يا دكتور انت يعني هو متسمي ليه انسولين لايك جروس فاكتور؟ اكيد اكيد يعني بكل منطقيه عشان هو شكل الانسولين انابوليك والماده دي انابوليك. بس يعني هو يعني اي ماده انابوليك اسميها زي الانسولين؟ لا احنا كمان دقائق كده هنعرف انه هو بيشتغل على نفس الريسبتور اللي او نفس النوع بتاع الريسبتور اللي بيشتغل عليه الانسولين. فاهمني؟ كلمه انابوليك يعني بناء دكاتره، كلمه انابوليك يعني بناء كاتابوليك يعني هدام يعني. فالاي جي اف 1 شكل الانسولين في الاكشن بتاعه، وفي نفس الوقت برضه دكاتره الاي جي اف 1 بيشتغل على نفس النوع بتاع الريسبتور بتاع الانسولين. فاهمني؟ طيب جميل جدا. طب الاكشن الدايركت بتاع الجروث هرمون، انا عايز احط قاعده عامه همشي عليها، كل الهرمونات بتاعه الشابتر ده بتزود الجلوكوز ما عدا هرمون واحد اللي هو الانسولين. فاهمني؟ خلاص دي قاعده عامه بقى. يعني اي هرمون هيقابلني هسالك يا دكتور هو بيزود الجلوكوز؟ خلاص ما تفكرش بقى. فانا عندي الجروس هرمون بيزود الجلوكوز عن طريق ايه؟ هو الاكشن كان بتاع الانسولين كان بيقلل الجلوكوز عن طريق ان هو بيدخله جوه الخلايا. يعني كده الانسولين يا دكاتره، الانسولين اللي احنا عارفينه كلنا كان بيقلل الجلوكوز في الدم، يعني اكشن رئيسي كده عن طريق ان هو يدخله جوه الخلايا عشان الخلايا تستهلكه. الجروس هرمون بيعمل العكس، يعني بيقلل الجلوكوز ابتيك، بيقلل الجلوكوز ابتيك يا دكاتره جوه الخلايا. فعشان كده يقول لك الجروس هرمون دوت ديابيتوجينيك، يعني لو هو زاد ممكن يعمل ديابيتس. فاهمني؟ الجروس هرمون ده يقول لك دايابيتوجينيك، كانه بيستدعي السكر. ما هو كون ان انت تمنع السكر ان هو يدخل الخلايا، ده معنى كلمه دايابيتس. هو مريض الدايابيتس ايه غير نقص في انسولين خلى السكر ما يدخلش جوه الخلايا؟ فاهمني؟ عشان كده يقول لك الجروس هرمون دايابيتوجينيك. وبرده ليه اكشنز اخرى، ان هو ممكن يصنع بروتين، يصنع يعمل لايبوليسيس، برده ممكن يصنع فاتي اسيدز. فالكوميونيتيف اكشن للجروس هرمون هي انابوليك. طيب بالنسبه بقى للاي جي اف 1، الاكشن الرئيسي بتاع الجروس هرمون دكاتره، هو الجروس هرمون بيعمل ايه؟ بيعمل جروس. طب هو حضرتك عندك كم تيشو في الجسم عايز تعمل لهم جروس؟ اول حاجه تعالوا كده ناخد الاي جي اف 1 لوحده. اول حاجه ده كده اي جي اف 1 انسولين لايك جروس فاكتور. اول حاجه انا عايز اعمل نمو يا دكاتره في الخلايا بتاعه العظم عشان اطوله. طيب هتاخده ان شاء الله كده في الشرعي في سنه خمسه، في سنه رابعه بقى نظام جديد تاخدوه امتى. ده كده لونج بون. اللونج بون يا دكاتره في حته هنا اهوت اسمها الجروس بليت. الجروس بليت ده هو ده الحته اللي احنا بنقول عليها بالعربي كده القرقوشه، اللي هي بيتصنع فيها بروتين فيخلي العظم يطول، وهي نفس الحته دي اللي بيحصل لها اوسيفيكيشن، تعظم. ام حضرتك يبقى عندك 18 سنه، عشان كده يقول لك بعد 18 سنه مش هتطول. ليه؟ بس الحته دي تعظمت يعني بقت عظميه. فاهمني؟ مش كارتليج يعني، مش غضروف يعني. فاهمني؟ طب الاي جي اف 1 يعمل ايه؟ روح اعمل نفس الاكشن يا عم، صنع بروتين جوه الخلايا، اكل الخلايا دهيت، فبالتالي هيبدا الشخص ده يزيد في الطول. فيقول لك الاكشن بتاعه هنا بيعمل ايه؟ بيزود اللينير جروس، يعني الطول بالاخر يعني. ماشي يا دكاتره؟ يبقى اذا ده اول اكشن للاي جي اف 1. الاكشن الاخر ان هو يروح لخلايا العضلات ويزود الجروس فيها، فبالتالي يقول لك ده بيزود الماس. الماس يعني الوزن. هو يزود الجروس فيها ازاي؟ عن طريق ان هو برده يصنع فيها بروتين. يعني الاي جي اف يروح يصنع بروتين في الجروس بليت بتاع اللونج بون، فاللونج بون يزيد في الطول فالشخص ده يطول، يروح يصنع بروتين في المسلز فالشخص ده العضلات بتاعته تكبر. فاهمني؟ يروح يصنع بروتين في خلايا الاعضاء المختلفه فيزودها في الحجم. فاهمني؟ زي مثلا الهارت. ماشي دكاتره؟ يعني خلايا العضلات برضه الاعضاء ده هي يصنع فيها بروتين. ما هو البروتين هو الغذاء بتاع الخلايا دكاتره.
مني يعني انت بتزودها في الحجم كده يعني. فاما صنع فيها بروتين هزودها في الجروس. طيب في كلينيكال او باصو فيسيولوجي هنا، اكتب لي كده جنب المعلومه ده هي باصو فيسيولوجي. لما اقول لك اكتب باصو فيسيولوجي يعني دي معلومه مربوطه بالباثولوجي. يقول لك what is the most common cause of this in patient with acromegaly، يعني العيان اللي عنده acromegaly فاهمني ايه اشهر سبب للموت بتاعه. طب بالراحه كده يا دكتور. اول حاجه يعني acromegaly، acromegaly يعني زياده للجروس هرمون في شخص كبير. كلمه acromegaly والاي جي اف طبعا، كلمه acromegaly يعني زياده للجروس هرمون في شخص كبير بكميات كبيره جدا اكتر من الجسم يستحملها. طب انا برضو عايز انوه على معلومه هنا، هو الجروس هرمون لو زاد في شخص كبير هيختلف عن لو زاد في شخص صغير؟ احنا قلنا دكاتره تحت 18 سنه الجروس بليد ده لسه ما حصلوش اوستيفيكيشن، فلو انت زودت الجروس هرمون هفضل اعمل ازود في الطول بتاع العظم، ازود في الطول بتاع العظم، ازود في الطول بتاع العظم لدرجه ان هو ممكن يطول ل 2 متر ونص و 3 متر، بقول عليه جاينت. يقول لك البيشنت اللي عنده جايجانتزم، جايجانتزم يعني عملاقه. انا عايز اقول لكم ان كل الاشخاص اللي مسجلين بارقام قياسيه للطول في موسوعه جينيس هم كان عندهم تيومر بيطلع جروس هرمون. يعني اصل ما فيش يعني 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 قوم سيدنا نوح خلاص اختفوا من على الارض، ما عندناش احنا ريسس يعني عندها زياده في الطول بالشكل ده. معظم الاشخاص اللي عندهم زياده في الطول المسجلين بارقام قياسيه فعلا عندهم بيتيوتري ادينوما بيطلع جروس هرمون بكميات كبيره كانت عندهم من هم صغيرين. يعني انتوا عارفين اشرف بتاع مسلسل الكبير ده عنده اكروميجالي، اشرف بتاع مسلسل الكبير ده عنده اكروميجالي، الله اعلم ما كان عنده جيجانتزم وهو صغير ولا لا، شفتوش وهو صغير. فاذا هو ده الفرق. طب الاكروميجالي ايه اللي بيحصل؟ ما هو لو ده شخص ادلت دكاتره الحته دي الحته اللي هي جميل جدا دي سي ام ليت كاردومايوبس، جميل قوي يا دكتور. الجزء ده حصل له اوسيفيكيشن في الشخص الادلت فبالتالي العظم هيتضخم. فكلمة أكروميجالي أصلا ترجمتها تضخم عظام الوجه أو تضخم عظام الجسم. يبقى لو ده شخص صغير في السن هيحصل فيه جايجانتزم، لو الجروس هرمون زاد في شخص أدلت دكاترة يحصل أكروميجالي. عشان كده أما يجي يسأل حضرتك سؤال في الامتحان هو What is the most common cause of this in patient with acromegaly؟ dilated cardiomyopathy زي ما الدكتور قال. dilated cardiomyopathy يعني يقول لك bigger not better. يعني القلب اما حد يقول لك انت قلبك كبير تقول له يا اخي بعد الشر. ليه؟ اصل القلب الكبير ده ما بينبضش كميه الدم الكافيه للجسم. مني القلب الكبير ده القلب الضخم ده بانبهوا كده يعني فما بيضخش كميه الدم، بيضخ في الفاضي ما بيطلعش دم منه. طبعا هتكلم عن الامر ده تفصيليا في شابتر الكارديولوجي دكاتره. فبالتالي العيان ده بيموت من هارت فيلير. ماشي، ده دي معلومه مهمه جدا وما تقلقوش انا هعيدها تاني يا دكاتره في جزئيه ال في جزئيه اللي هو الكارديولوجي وهعيدها تاني في الاكروميجالي. تمام، يبقى اذا ده بالنسبه لدكاتره للاكشن بتاع الاي جي اف 1 الدراع اليمين بتاعه الجروس هرمون. طيب تعالوا سريعا كده نبص على الجزء ده في الكتاب. طيب ده اول جزء انا اتكلمت فيه دكاتره اللي هو العلاقه ما بين الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند. في حته كده عايز اتكلم فيها اللي هي البرو اوبيولانوكورتين. بصوا يا دكاتره على اكتبوا لي كده اهوت، اكتبوا لي هنا كده ان السي ار اتش، السي ار اتش بيروح على البيتيتري جلاند عشان يطلع حاجه اسمها برو اوبيوم كورتين او بوماك. طيب اختصارا بقى الكلام ده كله مش انا مش عايزه في اي حاجه خالص يعني، بس انا محتاج من حضرتك تعرف ان البوماك ده هي بتطلع اي سي تي اتش وبتطلع الام اس اتش الميلانوسايت ستيمولتنج هرمون. يعني احنا ما عندناش معلومات عنه في الشابتر ده، ولكن اكتب لي جنبه كده على السريع وانا هشرحها تفصيليا ثانيه يا دكاتره، اكتب لي جنبه كده اديسون ديزيز. يعني الموضوع ده هيبقى ليه باصو في السيرجي في الادسون ديزيز الهايبر بيجمنتيشن. فاذا البرو اوبيو ميلانوكورتين كانت بتطلع اي سي تي اتش وام اس اتش، وكمان كانت بتطلع المخدرات بتاعت الجسم البيتا اندورفنز. مش احنا عارفين ان الجسم يا دكاتره بيطلع فيه مخدرات اهي البيتا اندورفنز ده؟ مين اللي طلع البوماك سيلز ديت او البوماك كماده؟ هو السي ار اتش يا دكاتره. تمام،
خدنا بالنا من الرسمه ديت. طيب جميل جدا. عندي خلاص دي بقى الحاجات اللي كانت فيها تي اس اتش ال ال اتش الاف اس اتش الاي سي تي اتش اوت والميلانوسايت ستيمولتنج هرمون. ناخد بالنا من الحته دي. الجروس هرمون طيب ده بقى الكنترول بتاعه. قلنا انا عندي هايبوثلاميك كنترول عن طريق السي ار اتش وكان السوماتوستاتين بيروح يعمل له انهبيشن. النيجاتيف فيدباك عن طريق السوماتوميدين اللي بيطلع من التارجت تيشو وعن طريق السوماتوستاتين برضه. النيجاتيف فيدباك عن طريق الجي اتش ار اتش ذات نفسه والجروس هرمون. يعني يا دكاتره انا عندي الجي اتش ار اتش والجروس هرمون هم في حد ذاتهم بيعملوا سبريشن للانتاج بتاع نفسهم اما يعملوا الاكشن بتاعهم. جميل جدا. طيب الرسمه دي لطيفه قوي. الرسمه دي يا دكاتره انا دايما في كتاب بي ار اس انا بحب الطالب يذاكر من الدياجرامات لان الدياجرامات لطيفه ومجمعه كل حاجه. وطبعا الرغي الكتير اللي موجود ده ملوش اي لازمه خالص. هو متلخص مش متلخص ده هو مكتوب تفصيلا على الرسم. احنا قلنا هايبوثالاموس اهو طلع جي اتش ار اتش راح للانتير بيتيتري طلع جروس هرمون جروس هرمون راح للتارجت تيشو طلع سوماتوميدين. السوماتوميدين ده هي هتروح للبيتيتري جلاند تعمل انهبيشن وتروح للهايبوثالاموس دكاتره تعمل انهبيشن برضه للجي اتش ار اتش. برضه كان بيطلع عندي السوماتوستاتين برضه كان بيروح يعمل انهبيشن للهايبوثالاموس والجي ار اتش ده تمام. هو السوماتوستاتين بيفرز من ايه يا دكاتره؟ يعني عايز اقول لكم ان السوماتوستاتين بيطلع من اي مكان في الجسم. يعني كل مكان في الجسم ممكن تلاقي فيه خلايا بتطلع سوماتوستاتين. ولكن انا على مستوى الحدث انا بتكلم في اندوكرينولوجي هو بيطلع من الهايبوثالاموس. يعني فاهميني في خلايا بتطلع كميات كبيره منه في الهايبوثالاموس وطبعا برضه هناخده في الاندوكرينولوجي ان هو بيطلع من البنكرياس. فاهميني من الدلتا سيلز بتاعت البنكرياس. فانا على مستوى الحدث طلعت سوماتوستاتين اهوت عشان اعمل انهبيشن برضه للجروس هرمون سيكريشن من البيتوتري جلاند. ايه ده كاتره؟ قلنا الدايركت اكشن هو دايابيتوجينيك علي نقول على الكلمه دي اهم كلمه هو دايابيتوجينيك. دايركت اكشن دكاتره الجروس هرمون هو دايابيتوجينيك بيزود كلمه لايبوليسيس يعني بيكسر فات مني كسر فات ده ممكن يعمل يعمل منه جلوكوجينيسيس يصنع جلوكوز جديد يعني فاهمني. وفي نفس الوقت هو كمان بيصنع بروتين وفي نفس الوقت كمان دكاتره بيعمل ايه بيطلع الاي جي اف. الاي جي اف هو البرنس واللي بيعمل كل حاجه هو بقى بلاش نسميه البرنس هو الدراع اليمين بيزود اللينير جروس بيزود اللين بودي ماس بيزود الاورجان سايز. طيب في معلومه عايز اوضحها لحضراتكم ان جزء الباص في السوجي في الكتاب هنا مش بنذاكره من بي ار اس بنذاكره من المصدر بتاعه. يعني في الكتاب هنا بعد كل موضوع هو حاجه حلوه جدا الصراحه انت ممكن تقراها على السريع كده بس انا هشرحها تفصيليا من المصدر بتاعه من مصدر الباثولوجي يعني فاهمني. فلا اما تعمل اكس لا اما طبعا لو قراتها على السريع هتبقى ربطت الدنيا ببعضها ماشي يا دكاتره. طيب ده بالنسبه لل هو ده طبعا حته الكلينيكال ابلكيشن اللي قبل البيوبرتي وبعد البيوبرتي يا دكاتره. جايجانتيزم قبل البيوبرتي واكروميجالي بعد البيوبرتي. تعالوا نتكلم كده يا دكاتره على البرولاكتين. طيب جميل جدا. البرولاكتين احنا قلنا ان كان الهايبوثالاموس بيطلع دوبامين بيعمله سبريشن للانتاج بتاعه وكان بيطلع ال تي ار اتش يعمل له ستيموليشن ماشي يا دكاتره. وكمان الاستروجين برضه كان بيعمل له ستيموليشن بالراحه بقى كده. يبقى الدوبامين بيعمل له سبريشن والتي ار اتش بيعمل له ستيموليشن والاستروجين بيعمل له ستيموليشن. انا عايز اوضح معلومه بس في البدايه ان البيتيتري جلاند يعني دي معلومه كده هيستولوجي ملهاش لازمه قوي. يعني البيتيتري جلاند الخلايا بتاعتها بتتقسم لنوعين، خلايا بتقبل الصبغه فبسميها كروموفيل وخلايا بتكره مش بتقبل بقى بتكره الصبغه فبسميها كروموفوب. واحنا عارفين يعني اساسيات كده الهيستولوجي ان الكروموفيل ديت لا اما اسيدو لا اما بيزو يعني بيبقى لا اما احمر لا اما ازرق ماشي. يبقى تاني كده انا عندي البيتيتري جلاند بقسمها الخلايا بتاعتها البيتيتري سيلز اهي سريع كده انا اهوت بنقسمها لكرومو فوب وفيل تمام. دي هقسمها الاسيدو وبيزو. طيب الاسيدو ده هي بيطلع منها الجروس هرمون والبرولاكتين على ما اتذكر يعني والبيزو ديت بيطلع منها بقيه الهرمونات. فانا بس عايز حضراتكم من المعلومه ديت تعرفوا ان الجروس هرمون والبرولاكتين طالعين من نفس المصدر من نفس الخلايا فبالتالي كيميائيا هما الاستراكشر بتاعهم قريب من بعض
وبرضو على مستوى الكنترول ساعات الحاجات اللي بتزود الجروس هرمون بتزود البروكتين، فاهمين نفس الخلايا؟ يعني احنا قلنا السليب والاستريس بيزودوا الجروس هرمون، على فكره السليب والاستريس برضو بيزودوا البروكتين، فاهمني؟ السليب والاستريس بيزودوا البروكتين. طب نرجع لموضوعنا، هو البرولاكتين ده هرمون ايه؟ ده هرمون الميلك، هرمون اللاكتيشن، هرمون اللبن. طب هو يعني انا محتاج لاكتيشن امتى؟ محتاج اللاكتيشن في الفيميل بعد الولاده، فبالتالي طول فتره الحمل يا دكاتره الاستروجين بيطلع بكميات كبيره، فيروح يطلع البرولاكتين عشان يعمل ديفلوبمنت للبريست، هنعرف الاكشن بتاع الوقت عشان يعمل ديفلوبمنت للبريست معاه، يعني بالتوازي البرولاكتين والاستروجين هيعملوا ديفلوبمنت للبريست، والبرولاكتين هينفرد بعمليه الميلك برودكشن. هو البرولاكتين هيعمل ميلك برودكشن بس مش هيعمل سكريشن، السكريشن هيتم بعد الولاده، لان الكميات الكبيره من البروجسترون بتمنع الميلك سكريشن اللي هي لسه عاليه برضو اثناء الحمل، فاهمني؟ لكن بعد الحمل يا دكاتره الهرمونات الاستروجين والبروجسترون بيبدا يقلوا، فبالتالي بيبدا يحصل ميلك برودكشن. طب انا بس عايز من حضرتك هنا حته الفيدباك، انا عندي الدوبامين عمل له انهبيشن، وطبعا بقى الدوبامين اجونستس بقى كلها يعني الحاجات المضاده للدوبامين هتعمل بقى ستيموليشن، يعني من غير القطه العب يا فار، لو انت اديت دوبامين اجونست يا دكتور هيزود البرولاكتين، التي ار اتش هيعمل له ستيموليشن والاستروجين هيعمل له ستيموليشن. طيب ما تقول لي كده الاكشن بتاع البرولاكتين، البرولاكتين يا دكاتره بيعمل اول حاجه بريست ديفلوبمنت. يعني ايه بريست ديفلوبمنت؟ يعني بيعمل جروس للبريست داكتس والماماري جلاندس الموجوده في البريست، عندي ماماري جلاندس وعندي داكتس، فهبدا اعمل لها ديفلوبمنت، ازودها طبعا في الحجم بتاعها، وفي نفس الوقت هيئها لعمليه اللاكتيشن. ماشي يا دكاتره؟ دي كده ايه الداكتس والجلاندس بتاعه البريست، الماماري جلاندس، تمام؟ النقطه الثانيه يا دكاتره ان هو بيعمل ميلك برودكشن، تمام؟ النقطة الثالثة ودي الأهم، يعني التو أكشن الأولانيين لو وقفت الواد حمادة في الشارع هيقولهم لك، لكن الأكشن ده الأخير إن هو بيعمل إنهبيشن للأوفيوليشن. يعني إيه إنهبيشن للأوفيوليشن؟ يقول لك البرولاكتين، البرولاكتين هو one of the major natural contraceptive method بعد الولادة، بمعنى المفروض الست بعد ما تولد هي فترة رضاعة للطفل، فالطبيعي ان الست ما تحملش في الفترة دي، يعني الطبيعي ان ما يحصلش حمل في الفترة دي، طول ما الطفل بيرضع المفروض ان ما يحصلش حمل، تمام؟ طب ليه ما يحصلش حمل؟ طيب في اساس علمي للمعلومة دي يا دكاترة؟ فاكرين الجي ان ار اتش؟ فاكرين الجي ان ار اتش؟ لو سمحتوا يا دكاترة هو الجي ان ار اتش كان بيعمل ايه؟ على السريع كده اكتبوا لي في الشات الجي ان ار اتش ده كان بيطلع عشان يعمل ايه؟ الله ينور عليكم، كان بيطلع اف اس اتش، الله ينور عليك يا عمر، اف اس اتش وال اتش، الاف اس اتش والال اتش. طيب الاف اس اتش والال اتش دول يا دكاتره كانوا بيروحوا على، انا هتكلم على مستوى الفيميل يعني، كانوا بيروحوا للاوفري، كويس الدكاتره مركزين اهو، كانوا بيروحوا للاوفري عشان يعملوا له ستيموليشن بقى عشان يهيئوه بقى لعمليه الاوفيوليشن، فاهمني؟ هتكلم على الموضوع ده تفصيليا في شابتر الريبرودكتيف، تمام؟ فبالتالي هيحصل اوفيوليشن، هيحصل فيرتيليتي، هيحصل خصوبه، هيحصل فيرتلايزيشن، هيحصل تخصيب، وبعد كده يحصل حمل، فاهمني؟ طيب البرولاكتين اما كان بيطلع بكميات منتظمه كان بيروح يعمل انهبيشن للسكريشن بتاع الجي ان ار اتش، يعني ده اصلا فيزيولوجيكال اكشن ليه مش باثولوجيكال، يعني البرولاكتين كان بيعمل انهبيشن للجي ان ار اتش، فطول ما البرولاكتين موجود بكميات متوازنه هيعمل انهبيشن للجي ان ار اتش، مش هيطلع اف اس اتش ولا ال اتش، فما يحصلش اوفيوليشن. طب ما هو لو ما حصلش تبويض في الفيميل يا دكاتره مش هيحصل حمل، الحمل عباره عن بويضه اتخصبت بسبرم، يعني بويضه اتخصبت بحيوان منوي. طب ما حصلش اوفيوليشن نتيجه عدم وجود الاف اس اتش والال اتش، او علشان كميتهم قليله غير كافيه للتبويض، يبقى طبيعي ان هو ما يحصلش حمل. فيقول لك كونتراسبتيف يعني
يعني وسيله منع حمل باللغه العربيه، هو ناتشرال. ولكن اما تنزلوا الشغل هتتصدموا ان الكلام ده مش موجود. ما انا اقول بكلمات متوازنه، الكلام ده مش موجود في الطبيعي. يعني تيجي وانت قاعد كده في الاستقبال، وانت اتخصصت النساء كده قاعد في كشك النساء، هتيجي تلاقي واحده ابنها على كتفها عنده 3 شهور وحامل مثلا في شهرين. طب ازاي؟ احنا دارسين في الكليه والمعادله ان ما يحصلش حمل. ما انا قلت كلمات متوازنه، المفروض الكلمات المتوازنه ديت الفيميل خد بالك ترضع الطفل في اوقات متوازنه، في جدول كده لرضاعه الطفل. ده الطبيعي في اوروبا والدول المتقدمه المفروض ان هم بيعملوا كده. يعني الطفل يرضع في اوقات لا، احنا الموضوع عندنا هنا بهازارد، اول ما الطفل يعيط يبقى جعان يبقى لازم يرضع، فاهمني؟ فده بيعمل لخبطه اصلا في كميات البرولاكتين، فبالتالي ما بيعملش سبريشن بشكل كافي للجي ان ار اتش، فممكن يحصل حمله ده. تمام؟ ولكن احنا على مستوى الامتحان هنمشي على الكلام ده، على مستوى الامتحان هنمشي على الكلام ده، اما على مستوى الحاله العمليه ما تروحش تقول لحد واحده في ميل لا ما تاخديش وسائل منع حمل، ده البرولاكتين هيمنع الدنيا. زائد ان اصلا كمان الدكاتره بعيد عن الانتظام في الرضاعه وكده، في اصلا في ميلز كميه البرولاكتين عندها بعد الرضاعه، فبنسمع اللي يقول لك ده الطفل ده بيرضع صناعي عشان والدته ما فيش عندها ميلك يعني. ففي في ميلز اصلا بيبقى كميه البرولاكتين عندهم بعد الولاده قليل. تمام؟ ده بالنسبه للبرولاكتين، تعالوا نبص كده عليه في الكتاب. فالبرولاكتين طبعا ده اشهر حاجه لللاكتوجينيزيس، هو هومولوجس للجروس هرمون يا دكاتره. وطبعا الهايبوثلاميك كنترول كان تونيكالي انهبيتد باي الدوبامين. يعني ناخد بالنا كده ان كلمه تونيكالي يعني بيطلع بكميات برضو متوازنه عشان يعمل له انهبيشن. كان التي ار اتش بيزود البرولاكتين. علموني بقى الحته اللي هو سليب وستريس كانوا بيزودوا البرولاكتين، ما هم دول كانوا اللي بيزودوا الجروس هرمون. ماشي؟ طبعا انا عندي استروجين برضو بيزودوا، البريست فيدنج برضو بتزود البرولاكتين. ما هو يعني انا محتاج في اثناء البريست فيدنج كميات كبيره من البرولاكتين عشان تعمل ميلك برودكشن بشكل مستمر، فاهمني؟ التي ار اتش كان بيزودوا، الدوبامين اجونست، مش احنا قلنا الدوبامين بيقلل؟ الدوبامين بيقلل، فبالتالي الدوبامين عفوا انتاجونست تزود، ما كلمه انتاجونست يعني مضاده للدوبامين. ماشي يا دكاتره؟ طب الفاكتورز اللي تقلل العكس بقى، الدوبامين برومكريبتين هو دوبامين اجونست، يعني ماده شكل الدوبامين. السوماتوستاتين اهو ده مش سايب اي حاجه بقى، السوماتوستاتين اهو يا دكاتره بيعمل برضو انهبيشن للبرولاكتين يعني. طب الاكشن بتاع البرولاكتين، خلاص بقى الحته دي مهمه جدا وتتسال في الامتحان، اللي هي حته الجي ان اللي انا اتكلمت عنها ديت مهمه وتتسال في الامتحان، يعني مش مشروحه هنا تفصيليا ولكن يكتبوها تفصيليا. طب بالنسبه لو جالك سؤال في الامتحان ان البرولاكتين زاد في الميل، هو البرولاكتين بيطلع في الميل؟ اه بيطلع في الميل، يعني بيطلع في الراجل؟ اه بيطلع في الراجل. هو في لاكتيشن في الراجل؟ لا مفيش لاكتيشن في الميلز، لان الماماري جلاندز في الميل نون فانكشنال، يبقى رودمنتري اصلا مش موجوده يعني، فاهمني؟ وبالتالي لو طلع كميات كبيره من البرولاكتين هتعمل انهبيشن للسبرماتوجينيسيس. ليه؟ نفس الفكره بالظبط، ما هو الاف اس اتش والال اتش اللي بيعملوا اوفيوليشن في الفيميل بيعملوا سبرماتوجينيسيس وبيساعدوها في الميل، فاهمني؟ يعني الاكشن هنا هو زي الاكشن هنا. فلو طلع برولاكتين بكميات كبيره هيقلل الليبيدو الرغبه الجنسيه، ويقلل طبعا الفيرتيليتي والسبرماتوجينيسيس في الميل يا دكاتره. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم عن الهرمونات بتاعه البوستيريور بيتيوتري جلاند. بالنسبه للبوستيريور بيتيوتري جلاند، فاحنا قلنا ان كان بيطلع من الهايبوثالاموس الاي جي اتش يروح يتخزن في البوستيريور بيتيوتري جلاند. طيب هو الاي دي اتش ده اختصار ليه؟ انتي دايوريتيك هرمون. انا عايز اوضح لحضراتكم هو ازاي بيطلع، هو بيطلع ليه. الاول عشان تعرف هو بيطلع ليه لازم تعرف الاكشن بتاعه. هو وظيفته في الحياه ان هو يظبط الاوزمولاريتي بتاع الجسم، وظيفته في الحياه كده الرئيسيه يعني ان هو يعمل بالانس للاوزمولاريتي بتاعه الجسم. عشان كده على مستوى الهايبوثالاموس يا دكاتره، هو بيطلع من الهايبوثالاموس، بيطلع من خلايا اسمها السوبرا اوبتيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس، وده سؤال يعني اتكلم عنه الوقت. دلوقتي ده هايبوثالاموس اهو، فالهايبوثالاموس ده اهو عليه حاجه اسمها اوزمو ريسبتورز بتحس اللي تشينج في الاوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي؟ تركيز الملح. يعني لو الملح تركيزه زاد في الدم، فاهمني؟ يعني زياده في الاوزمولاريتي. هتعمل ستيموليشن للهايبوثالاموس
عن طريق الاوزمو ريسبتور بتعمل لها سنسيشن فيطلع الاي دي اتش. طب الاي دي اتش هيطلع يعمل ايه بقى؟ الاي دي اتش يا دكاتره لي تو اكشن عن طريق تو ريسبتور. اول ريسبتور عندي هو الفي 1 ريسبتور. عشان نحششها عشان نعمل لها سكيما، هو حضرتك عندك كام بلاد فيسل في الجسم؟ البلاد فيسل حاجه واحده في الجسم، فبالتالي الفي 1 دي موجوده في البلاد فيسل. فاهمني؟ يعني البلاد فيسلز ديت حاجه واحده، حاجه استراكشر واحد في الجسم. طيب انت عندك كم كدني في الجسم؟ عندك 2 كدني، فالفي 2 دي بتاعت الكدني، يبقى في 2 2 كدني. تمام، يبقى الفي 1 يا دكاتره بتاعت البلاد فيسل، اما الفي 2 بتاعت الكدني. ماشي يا دكاتره؟ طيب جميل جدا. لحد الان يا دكتور ما قلتليش هو ليه يعني بيعدل الاوزموليت ازاي. طيب الوقت دي الكدني هي انا هاخد سيكشن كده في الكونفليتد تيبيول والكوليكتنج دكت واكبره شويه. ده هو دي خليه اهيت. الخليه ديت احنا قلنا ان عليها ريسبتور اسمه في 2 ريسبتور. فاهمني؟ الفي 2 دوت يا دكاتره بيمسك فيه الاي دي اتش عشان يعملوا سيموليشن. طب ايه اللي هيحصل جوه الخليه ديت يا دكاتره؟ متعبي، خلينا نغير لون بقى. جوه الخليه دي متعبي حويصلات، موجود فيها حاجه اسمها اكوا بورين تو شانل، مكتوبه في كتاب ما تقلقوش. اكوا بورين تو شانل دي شانلز بتعمل ري ابزوربشن للووتر. فاهمني؟ طب نعمل لها نمونيك. هو الفي 2 2 كدني اكوا بورين تو شانل. ماشي، يبقى في 2 2 كدني اكوا بورين تو شانل. فالاي دي اتش لما يمسك في الفي 2 بيستفز الاكوا بورين تو شانل ان هي تروح تترصص على سطح اليومينال ممبرين بتاع الكيدني، فبالتالي ويديها اوردر ان هي تمتص الماي، ويدي للاكوا بورين تو شانل دي يا دكاتره اوردر ان هي تعمل ري ابزوربشن للووتر، فتدخل ووتر في الجسم. يعني ده اليومن بتاع الكيدني مني اللي كان المفروض هنا الووتر ديت هتنزل في اليورين، هو لا، عمل لها ري ابزوربشن ورجعها تاني للدم. فلما رجعت في الدم هتعمل ايه يا دكاتره؟ هتعادل الملح اللي موجود عندي ده، فتصلح الاوزمولات. يبقى تاني كده، اوزمو ريسبتور حست زياده الملح، طلعت اي دي اتش، الاي دي اتش راح الكيدني، اشتغل على الفي 2 ريسبتور، خلى الاكوابورين 2 عشان تعمل ري ابزوربشن للووتر وترجعه للدم، فصلح الاوزمولات. ماشي يا دكاتره؟ المعلومه دي مهمه جدا. طب بالنسبه للفي 1 فهو، بالنسبه للفي 1 يا دكاتره فهو بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز. ماشي؟ هيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل، الاي دي اتش بيعمل فازو كونستريكشن. ماشي يا دكاتره؟ طيب في معلومه عايز اقولها كده، ان الخلايا اللي بيشتغل عليها الاي دي اتش في اغلب الاحيان هي امبرميبل للووتر. ثاني كده يعني دي خليه اهيت موجوده في الكدني بيشتغل عليها الاي دي اتش، الخليه دهيت في عدم وجود الاي دي اتش هي امبرميبل للووتر. يعني ايه يا دكتور؟ ده انا قلت ان هو بيخلي الحويصلات ده تطلع التشانلز بتاعتها وتترصص، يعني معنى كده ايه؟ ان قبل ما يبقى موجود الاي دي اتش ما كانش موجود تشانلز اصلا. فاهمني؟ يعني ما كانتش بتمتص ميه. فاهمني يا دكاتره؟ فبالتالي اما الاي دي اتش يزيد هتزيد عدد التشانلز ديت فهتبدا تمتص، فالبرميابيلتي بتزيد، النفاذيه بيعدي ميه كتير يا دكاتره في الجسم. طيب ده بالنسبه للاي دي اتش. طيب نبص في الكتاب على السريع كده. فأنا عندي الاي دي اتش يا دكاتره علمولي على السوبرا اوبتيك نيوكلياي، علمولي أول حاجة على ميوروفيزين اللي أنا اتكلمت عنه في أول حصة، علمولي عليه، اكتبوا جنبه كويسشن يتسأل في الامتحان، سوبرا اوبتيك نيوكلياي. سؤال يا دكاترة يعني طبعًا تحس إن اللي حاطه في الامتحان يهودي يعني. وطبعًا للأسف طلبة كتير غلطت فيه. جاب لك باثولوجي How water transported from renal cell to blood. ده سؤال بقى يعني عايز السؤال ده عايز رينال، بس خلينا اقوله على السريع كده. دكتور بيسال يعني ازاي الميه بتتنقل من الجسم من الكيدني للبلاد. بص يا دكاتره يعني انا هشرح الكلام ده تفصيليا في شابتر الرينال. انا هرسم كده دكاتره اللي هي البومنز سبيس والكونفليوتد تيبيول. يعني انا هاخد سيكشن فيها وخلاص الوقت كده. ده الوقت كده ايه؟
ده كده طفط اوف كابيلاري، وده كده الافرنت ارتريول. افرنت ارتريول انا مش عايز ادخل في التفاصيل عشان ما نلخبطش الدنيا، وده اسمه كده الافرنت ارتريول. يبقى ده افرنت وده افرنت، يعني ده الوريد اللي داخل للجلوميرولوس الوحده الوظيفيه بتاعت الكدني، وده الوريد اللي طالع. فكلمه ري ابزوربشن للووتر المفروض ان انا عملت فلتره هنا، في هنا حاجه اسمها عمليه فلتره اللي هو تصفيه، فكان معاك شويه ميه كده وقمت رايح منزلهم في اليورين، فاهمني؟ الميه تنزل في اليورين، يعني انت عندك ميه في الجسم كتير فبتنزلها، بس بعد ما جيت تنزلها في اليورين ولسه ما نزلتش، انا همشي بقى اكمل هنا دي البروكسيمال كومبليتد تيبيول والديستال بقى والكوليكتنج داكتس وهكذا لحد ما اكمل الجلوميرولس يعني. فبعد ما حضرتك نزلت الميه دي في اليورين، بعد ما حضرتك نزلت الميه، الجسم اداك اوردر قال لك لا ده انا اكتشفت ان انا عندي املاح كتير في الجسم، ارجع خد الميه دي تاني. هتقوم عامل ري ابزوربشن للووتر، هو ده الاكشن اللي بيعمله الاي دي اتش. يعني بعد ما حضرتك نزلت الميه دي والمفروض ان هي ماشيه في التيبيولز ايه وهتكمل لحد ما توصل في الاخر خالص ان هو للكوليكتنج داكتس عشان تنزل في اليورين، الاي دي اتش اداك اوردر ان انت تعمل اعاده امتصاص للميه تاني يا دكتور، فدخلت الجسم وعدلت الاوزمولاريتي. ماشي يا دكتور، وضحت المعلومه. ارجع تاني بقى للكتاب، خلاص بقى هتعلموا لي على السوبر اوبتيك نيوكلاي. انا كنت بقول السؤال هنا ان دي سؤال قبل كده خبيث في الامتحان، جاب لك باثولوجي حاجه اسمها دايابيتس انسيبيدس سنترال، يعني جاب باثولوجي كده في الامتحان سنترال دايابيتس انسيبيدس مش عارف ايه والتفصيل، واقول ما انت شفت الكيس عرفت تشخصها، تشخيصها سهل. انا بسالك سؤال خبيث جدا، هو اللي عمل المشكله سنترال دايابيتس انسيبيدس دكاتره اتكلم عنه في الباثولوجي، اللي عمل المشكله ديت هرمون بيطلع من انهي نيوكليوس؟ لا ده احنا ما اتفقناش على كده بقى. فطبعا اللي مش مذاكر مش هيعرف ان هي سوبر اوبتيك نيوكليو، اللي عدى الكلمه دي كده على استحياء مش هيعرف ان هي سوبر اوبتيك نيوكليو، فاهمين؟ يعني هو ممكن ربط لك اهو الاناتومي ربطه لك بالباثولوجي، هو طبعا مش يعني هو مش بيتحداك، يعني مش بيتحداك، بس ديت يعني معلومات مضيئه يعني، فاهمين يا دكاتره؟ بعد كده عندي ال H2O بتزيد البرمابيلتي بتاعتها عن طريق الاكوا برين تو شانل اهيت. الباسو فيزيولوجي يا دكاتره بتاع الاي دي اتش خلاص بقى، والفي 1 طبعا بتعمل فازو كونستريكشن. في طبعا حته السايكليك ام بي والاي بي 3 هتكلم عنهم تفصيليا في السيل ميكانيزم. طيب تعالوا نتكلم عن الاوكسيتوسين يا دكاتره. الاوكسيتوسين، هو الاوكسيتوسين ده كان بيطلع المفروض من الهايبوثالامس ويروح يتخزن في البوستير بيتيتري جلاند. هو وظيفته ايه في الحياه دكاتره؟ الوظيفه اللي يعني معظمنا يعرفها كده ان هو بيعمل ميلك للداون. يعني ايه ميلك للداون؟ يعني بيخلي اللبن ينزل من البريست، يعني بيخلي اللبن ينزل من الثدي ان ريسبونس تو ساكلينج. هو مش بيصنع لبن، اللي بيصنع هو البرولاكتين. طب ما الموضوع ده كده عايز تفصيل، تعالوا كده معايا دلوقتي. ده كده البريست اهو، تمام؟ دي كده النبل، خلاص الطفل بيرضع بيعمل ساكلينج. النبل دي موجود فيها سينسينج ريسبتورز بتحس الساكلينج، ميكانو ريسبتور يا دكاتره، بتحس الساكلينج بتاع الطفل، تمام؟ فتروح كده على السريع بافرنت نيرف فايبر يطلع فوق للبرين يطلع اوكسيتوسين. يبقى ده كده افرنت اهو، انا عندي ريسبتور افرنت، وبعد كده يرجع بي افرنت نيرف فايبر عشان يدي الريسبونس. هو بقى الافرنت مش هيطلع، يعني الريسبونس عندي مش هيبقى عن طريق الافرنت بقى، ده هيبقى عن طريق الاوكسيتوسين، فاهميني؟ يعني انا هستخدم الافرنت بس اقوم اطلع الاوكسيتوسين يمشي في الدم بقى، اطلع الاوكسيتوسين يمشي في الدم وبعدين يروح يعمل ميلك للداون. طب برضه يعني ايه ميلك للداون؟ طب ركزوا معايا كده يا دكاتره، انا هاخد سيكشن في البريست، هاخد سيكشن في البريست. فالسيكشن ده عباره عن ايه؟ دي كده ماماري جلاند اهي بالشكل ده، وكده الضغط بتاعتها. الماماري جلاند يا دكاتره حواليها حاجه اسمها مايو ابيثيليال سيلز، يعني خلايا كده يعني عضليه كده بالشكل ده. المايو ابيثيليال سيلز دي يا دكاتره عليها ريسبتورز للاوكسيتوسين، المايو ابيثيليال سيلز دي عليها ريسبتورز للاوكسيتوسين.
ماشي. فبالتالي انت عملت ستيموليشن عن طريق السكلينج، طلعت اوكسيتوسين، الاوكسيتوسين دوت قام راح عامل ستيموليشن للريسبتور ديت، فقامت عامله كونتراكشن، فعملت سكويزنج، فقامت مطلعه اللبن للطفل. فاهمني؟ المايوسيليال سيز دي اهي محوطه عندي الضغط بالجلاند بتاعتها، فبالتالي اما يحصل يطلع الاوكسيتوسين يحصل كونتراكشن للمسلز دي يا دكاتره، فتطلع الملك عندي، يحصل ملك للدم. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده انا قاعد اشرح فيه في فتره، لكن الكلام ده بيحصل في جزء من الثانيه. فاهمني؟ يعني بيحصل بطريقه سريعه للغايه يعني. طيب جميل جدا. برضو يا دكاتره من ضمن الحاجات الحاجات الغريبه ان مش بس الساكلينج اللي يعمل كده، ده يعني من المعلومات اللطيفه ان يقول لك مجرد بس ما الام تسمع صوت بكاء الطفل ده بيعمل ستيموليشن للبرين ان هو يطلع اوكسيتوسين. مجرد ما تشم ريحه الطفل يعمل ستيموليشن، مجرد ما تشوف السايد بتاع الطفل يعمل ستيموليشن. عرفت توضحها لنفسك ازاي وتفهمها ازاي؟ تخيل كده ان انت داخل البيت بتاعك كده وشميت ريحه اكل جميل جدا، الحاجه النهارده عامله ديك رومي مثلا يعني، او مثلا مشيت عندنا في شارع قناه السويس في المنصوره كله مطاعم، فعمال تشم بقى كده في ريحه الاكل، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سلايفيشن. وانت كنت كلت اصلا؟ لما كلتش، ده انت يا دوب بس شميت ريحه الاكل. بلاش كده، شفت صوره اكل قدامك على النت، يا دوب بس بصيت تلاقي كلمت الحاجه وسالتها عاملين ايه النهارده، قالت لك عاملين جمبري، بدا يحصل سلايفيشن. فيعني هي بنفس بطريقه مشابهه كده بيحصل الاستيميليشن للاوكسيتوسين. طيب ده كده يا دكاتره اول اكشن للاوكسيتوسين. طيب الاكشن الاخر للاوكسيتوسين يا دكاتره، ده كده عندي يوترس، ده كده اليوترس يا دكاتره. اليوترس ده كده تخيلوا ان هو فيه امبريو، امبريو اهو يعني طفل، وده كده السيرفكس. فنركز مع بعض، يقول لك دايلاتيشن، دايلاتيشن للسيرفكس، السيرفكس ده اللي هو عنق الرحم يعني، دايلاتيشن للسيرفكس هيعمل ستيميليشن للاوكسيتوسين ان هو يطلع. طيب فالاوكسيتوسين هيساعد عمليه الولاده بالراحه كده. هو ان شاء الله لما تاخدوا في سنه خمسه كده النساء والتوليد هتعرفوا ان في الشهور الاخيره يعني في الشهر التاسع، في بدايه الشهر التاسع كده ممكن نهايه الثاني، الطفل بيبدا ينزل لتحت، بيعمل حاجه اسمها انجيجمنت، يعني بيبدا ينزل لتحت في الرحم يعني، فبيبدا يضغط على السيرفكس دوت عشان يعمل له دايلاتيشن. فبالتالي الدايلاتيشن بتاع السيرفكس يا دكاتره بيطلع فوق للبرين، يطلع منه اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين دوت يروح يعمل كونتراكشن للعضلات بتاعه الرحم، فالكونتراكشن ديت هتبوش الطفل ان هو يتولد. تمام؟ الكونتراكشن ده هتبوش الطفل ان هو يتولد. طيب حد هيجي يقول لي يا دكتور يعني انت عايز تقول ايه؟ من اول بقى ما يبدا يحصل انجيجمنت والطفل ينزل لتحت هيبدا يحصل اوكسيتوسين كونتراكشن والكلام ده كله؟ لا، هو مع نهايه الحمل يا دكاتره عدد المستقبلات الريسبتورز بتاعه الاوكسيتوسين هتزيد، فبالتالي الاكشن بتاعه يبقى كبير. يعني انت زودت عدد الريسبتورز بتاعته، طلعته بكميات كبيره، بس قبل ما تزود عدد الريسبتور ما بيديش اكشن قوي، اما زودت عدد الريسبتور بدا يدي اكشن قوي، فبالتالي بدا يساعد في عمليه الولاده. فاذا دايلاتيشن للسيرفكس العنق الرحم، سواء كان عن طريق الامبريو ده او عن طريق مانوالي، يعني ساعات بيعملوها في النساء عشان يحفزوا انتاج الاوكسيتوسين، فاهمني، قبل الولاده بشويه، يطلع اوكسيتوسين يساعد على عمليه الولاده. كمان الاورجازم والسيكشوال والسيكشوال انتركورس برضو يعملوا دايلاتيشن للسيرفكس، ممكن يطلعوا عندي اوكسيتوسين. يا طيب من الحاجات اللطيفه طبعا من ابداع ربنا في الامر ده، مش بس الاوكسيتوسين يا دكاتره بيساعد في عمليه الولاده، لا ده بيقلل البوست بارتم بليدنج. ان شاء الله برضو لما تيجي تاخدوا نسا كده، اشهر مشكله بتقابل دكاتره، طبعا دكاتره النسا بياخدوا فلوس كتير جدا يعني، ولكن طبعا الكومبليكيشن كتير قوي عندهم يعني. اكبر مشكله يعني، انا في امتيازي كده شفت حضرت ولادات كتير جدا، اكبر مشكله كانت بتواجهنا البوست بارتم بليدنج، النزيف ما بعد الولاده. ليه؟ اصل في فتره الحمل يا دكاتره الرحم اتملى بلاد فيسل، البلاسينتا اصلا بطبعها يعني نسيج هجومي بيهجم كده على البلاد فيسل
ويتعمق فيها عشان ياخد منها الدم والنوترينتس ويغذي الطفل. وفي نفس الوقت في فتره الولاده في فتره الحمل اصلا الرحم بدا يزيد في عدد الاوعيه الدمويه يعني. فبالتالي اشهر مشكله هتقابل دكتور النساء ان هو يحصل بوست بارتم بليدنج. طب بصوا معايا كده الرسمه اللي انا رسمها دي رسمه بسيطه جدا ولكن هتفهمك الموضوع بشكل لطيف قوي. تخيل ان دي كده مصل اهي ماشي، المصل ده ماشي فيها بلاد فيسل اهو، المصل دي هي اليوترس والبلاد فيسلز دي البلاد فيسلز اللي بتغذي الرحم والطفل تمام. طيب مش انت لو عملت كونتراكشن للمصلز دي هتضغط على البلاد فيسل؟ اه والله، ما هو ده اللي بيحصل. الاوكسيتوسين بيطلع يعمل كونتراكشن للمصل، البلاد فيسل ماشي جواها بتعصر بتضغط عليه فيقل الدم اللي بيحصل بميكانيزم بسيط جدا. هو كان بيعمل كونتراكشن وما عمل كونتراكشن بالمره قل الدم بتاع النزيف بعد الولاده دكاتره، فده من ضمن الاكشن بتاعه الاوكسيتوسين. تعالوا نبص على الكتاب خلاص ده احنا لسه موضوع بس الثايرويد وننتقل اليوم الاكشن اهو كونتراكشن اوف مايوبيسيليال سيلز. علم لي على الكلمه دي في البريست وترسم طبعا جنبها الرسمه او تخلي الرسمه في النود بتاعتك. كونتراكشن لليوترس برضه هو الاوكسيتوسين بيريديوس البوست بارتم بليدنج، دي نقطه مهمه دكاتره. طبعا السايكلينج ده الميجر اهو، والنقطه اللي انا اتكلمت عنها ان جاست السايت او الساوند بتاع الانفان دول كافيين اصلا ان هم يطلعوا دكاتره الاوكسيتوسين. طيب تعالوا نتكلم على اخر موضوع في محاضره النهارده وهو الثايرويد هرمون. في البدايه قلنا ان التي ار اتش كان بيطلع من الهايبوثالاموس يروح على البيتيتري جلاند يطلع تي اس اتش، وقلنا ان التي اس اتش بيروح على الثايرويد جلاند يطلع التي 3 والتي 4 تمام. يبقى انا عندي يا دكاتره التي ار اتش بيطلع من الهايبوثالاموس يروح على البيتيتري يطلع تي اس اتش، والتي اس اتش اللي ريسبتور على سطح الثايرويد جلاند كان بيطلع التي 3 والتي 4 يا دكاتره. جميل جدا. طب هو الثايرويد هرمون بتتصنع من ايه؟ الثايرويد هرمون زي ما احنا عارفين بتتصنع من الايودين، الايودايد اللي موجود في الطبيعه، ولكن في ماده بناء اخرى بتدخل مع الايودين وهي التيروزين. طب ما تيجوا كده نشوف عمليه التصنيع ديت. هو نوع الثايرويد هرمون من حيث الاستراكشر ايه؟ احنا عندنا انواع الهرمونات يا دكاتره، لا اما استرويد لا اما بروتين لا اما طلعت من التيروزين. وطبعا انا هشرح الحته دي تفصيلا ما تقلقوش في المحاضره الثانيه تمام. فتعالوا كده مع بعض، انا هاخد كده سيكشن في الثايرويد جلاند واخد سيكشن في الفوليكل. دي فوليكل عندي اهي، دي كده ثايرويد فوليكل وده طبعا اليومن بتاع الفوليكل دي. فحضرتك قلت انا عشان اصنع اول حاجه محتاج امينو اسيد اسمه تيروزين ومحتاج ايودين. طيب الايودين موجود في الطبيعه في شكل ايودايد تمام. فالتيروزين ده دكاتره هدخله الجلاند بس مش هسيبه زي ما هو، هحوله حاجه اسمها ثايروجلوبين. ثايروجلوبين ماشي يا دكاتره. والايودايد ده اهو عشان ادخله الجلاند مش هينفع يدخل كده، ده بيدخل مع الصوديوم. انا عايز اقول لك معلومه قاعده كده زي ما احنا خدنا من شويه قاعده اللي هي ان كل الهرمونات بتعلي الجلوكوز، في قاعده برضو بتقول لك ان اي ماده عايز تدخلها خليه دخل معاها صوديوم. فاهمني؟ يعني هناخد كده معظم المواد اللي بتدخل الخلايا او بتطلع من الخلايا الصوديوم، عشان كده الصوديوم مهم جدا في الجسم. عشان كده الصوديوم ده انا ما بعملوش اكسكريشن خالص، ما بنزلش صوديوم في اليورين خالص يا دكاتره، ولو الصوديوم بدا ينزل في اليورين يبقى دي حاله باثولوجيكال ماشي يا دكاتره. فانا عندي اهو الصوديوم دخل، انا دخلت الايودايد، يبقى انا دلوقتي معايا ثايروجلوبين ومعايا ايودايد. الثايروجلوبين ده يا دكاتره هيقوم بوظيفتين. الوظيفه الاولانيه ان هو هيشارك بجزء من نفسه اللي هو التيروزين عشان يكون الثايرويد هرمون، والنقطه الثانيه ان هو يكون السرير بتاع العمليات البنش كده اللي احنا هنعمل عليه التفاعل بتاع تكون الثايرويد هرمون. طب اوضح اكتر، دخل كده الثايروجلوبين ده هو لليومن ده كده يا دكاتره جزء الثايروجلوبين، ودخل الايودايد ده هو اعمل له حوله الايودين اي 2 عن طريق انزيم اسمه البيروكسيديز. عايز اقول لحضراتكم ان البيروكسيديز ده هو الريت ليميتنج انزيم في عمليه تصنيع الثايرويد هرمونز.
البيروكسينيز هو الريت ليميتنج انزيم في عمليه تصنيع الثايرويد هرمون يا دكاتره. يعني هو ده تقريبا الانزيم الوحيد اللي موجود في الليله هنا دي، يعني هو اللي بيعمل كل التفاعلات. فاذا ده كده ثايروجلوبين وده ايودين، ايه خليهم يتفاعلوا مع بعض عن طريق التفاعل اسمه اورجانيفيكيشن. الاثنين دول كده زي بعض، يعني اعمل حاجه اسمها اورجانيفيكيشن، فيطلع لي دكاتره اول حاجه مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين. ايه الكلام ده؟ تعالوا نفسر الكلام ده. مونو ايودو تيروزين يعني مونو ايودو، يعني في جزء ايودين وفي جزء تيروزين. يبقى المركب الاولاني اما الاثنين اتحدوا مع بعض، واحد تيروزين ما واحد ايودين، الثاني مونو ايودو تيروزين، الثاني خدت داي ايودو خدت اثنين ايودين مع واحد تيروزين اداني داي ايودو تيروزين. كلام جميل جدا. اعمل يا سيدي كوبلينج، يعني اعمل ثاني عمليه اتحادات. ده طبعا السيرومين، ده طبعا السترين اللي انا عمال اعمل عليه العمليات اهو. اعمل عمليه اتحادات، يعني مثلا واحد مونو يتحد مع واحد داي يديني تي 3، واحد داي يتحد مع واحد داي ثاني يديني تي 4. برضو انا نويت قبل كده، يعني بقى مش عايزين بقى نفتي بقى، يعني الذكاء المصري ده فينا، ما نقعدش بقى نقول ايه اربعه مونو مع بعض وثلاثه مونو مع بعض، هو ده اللي بيتم في الثايرويد جلاند، تي 3 وتي 4. يبقى انت كده فعلا صنعت التي 3 وصنعت التي 4. كلام جميل جدا. اقوم واخد الليله دي كلها وادخلها اليومن، ادخلها الفوليكل، فعندي يا دكاتره التي 3 والتي 4 هيتخزنوا في فيزيكلز كده لحد ما استدعيهم للاستخدام، يعني احتاجهم في الجسم، فاهمني؟ وبقيه الحاجات ده هيعاد استخدامها تاني. يعني ما هو الثايروجلوبين ده ممكن ارجعه تاني لتيروزين او ارجعه ثايروجلوبين تاني واعيد استخدامه. ما هو برده هيتبقى عندي شويه مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين، فممكن اعمل اعاده استخدام ريسايكلينج للايودين عن طريق حاجه اسمها دي ايونيز. ماشي يا دكاتره؟ يبقى التفاعل ده في حاجات منه هتطلع تي 3 وتي 4 عباها في فيصلات، والحاجات الباقيه اعيد استخدامها تاني. طيب في شويه معلومات عايز اوضحها عن التي 3 والتي 4. اول حاجه التي 4 بيفرز بكميات اكبر من التي 3. تي 4 بيفرز بكميات اكبر من التي 3، ولكن التي 3 هو المور اكتف فورم، يعني هو نشيط عن التي 4. فعشان كده عشان اعوض الموضوع ده، التي 4 اما بيروح للتارجت تيشو اللي هيشتغل عليه بيتحول لتي 3. في انزيمات كده دي ايودينيزس موجوده في التارجت تيشو، فبتحول التي 4 لتي 3. تمام؟ تي 4 بيتحول لتي 3. طيب عايز اقول حاجه، ان الثايرويد هرمونز موجوده في تو فورمز في الجسم. الفورم الاولانيه ماسكه في حاجه اسمها ثايرويد بايندينج جلوبولين، والفورم الثانيه فري. تمام؟ الفورم الاولانيه ثايرويد بايندينج جلوبولين، والفورم الثانيه فري. طيب السؤال اللي عايز اساله لحضراتكم بقى، يعني عشان اشوف انتوا صحيين معايا ولا نمتوا، وركزوا لانه هو ده يعني بازل كده. دلوقتي الثايرويد جلاند دي ممكن تكون بتطلع مثلا 100 جزيء. الثايرويد جلاند اهي ممكن تكون بتطلع مثلا 100 جزيء ثايرويد هرمون اهو 100. ال 100 دول قسمتهم ل 50 بايندد و 50 فري. تمام؟ لو في شخص دكاتره عنده ديكريز للسينثيسيس بتاع الثايرويد بايندينج جلوبولين، لو في شخص عنده مرض بيقلل تصنيع الثايرويد بايندينج جلوبولين، ايه راي حضراتكم؟ متوقعين الفري هيبقى وضعه عامل ازاي؟ ركزوا يا دكاتره. الفري هيبقى وضعه عامل ازاي؟ اكتب لي في الشات كده يا دكاتره. مية اجابات تانية كود قولوا لي كده، يعني بلاش رقم، هيبقى قليل ولا زايد؟ 50 عيش. تمام، حد عنده اجابات تانية؟ حد عنده اراء اخرى؟ نو تشينج زي ما هو. جميل جدا، جميل جدا، ناس مركزه جدا جدا، جميل جدا. بصوا يا دكاتره عشان ما نتلخبطش، انا قلت ان انا مثلا قللت التي بي جي بعد ما كان 50 جزيء تي بي جي مثلا بقى 25، فانت هتتوقع ان ال 50 جزيء فري ثايرويد هرمون هيبقوا 75. لا حضرتك، هو هيزيد زياده طفيفه في البدايه الفري، وبعد كده يرجع تاني. ليه؟ الثايرويد جلاند ده هي هتقلل السكريشن،
يعني بعد ما كانت بتطلع 100 كانت هتطلع 75، فاهمني؟ ف25 يمسكوا في تي بي جي و50 يفضلوا فري. فاذا انا لما باجي اتكلم عن شخص بتكلم على الثيرويد هرمون بتاعه، بتكلم على الفري. فاذا الشخص دوت هيبقى ايو، ايو ثيرويد يعني نورمال، فاهمني؟ لا قليل. طب ادي مثال تاني، لو الشخص ده زاد في التي بي جي، يعني لو التي بي جي مثلا بعد يا سيدي ما كان 50 بقى 75، ده تتوقع ايه؟ ردوا عليا بقى، يعني هتتوقع ايه دكاتره؟ التي بي جي بقى 75، الفري هيبقى وضعه عامل ايه؟ هيزيد ولا هيقل؟ التي بي جي دكاتره هيبقى الفري هيبقى عامل ايه؟ هيزيد ولا هيقل؟ خلاص بنفس المنطقيه هيفضل ثابت. ليه؟ ركزوا معايا كده، هو الثيرويد جلاند كانت بتطلع 100 جزيء، فاهمين؟ ال 50 كانوا بيروحوا للتي بي جي و50 كانوا بيبقوا فري. طيب في البدايه هخلي في البدايه الفري هيقل سنه صغيره بحاجه طبيعيه، اصلا مش هحسها، وبعد كده الثيرويد جلاند هتبدا تطلع 125 جزيء، 75 منهم يبقوا بايندد وال 50 التانيين فري. يبقى انا كده في الحالتين يا دكاتره ما قصرتش على الفري في حاجه، في الحالتين ما قصرتش على الفري في حاجه. عشان كده مثلا المريض بتاع الكبد اللي هو عنده التي بي جي قليل، عمره ما يجي يشتكي لك ان عنده مشاكل في الثيرويد جلاند، فاهمني؟ هو ايه ثيرويد. والست الحامل اللي عندها استروجين كتير بيحفز تصنيع التي بي جي، مش هتيجي تشتكي لك برضه تقول لك دكتور انا عندي هايبوثيروديزم، انا عندي الثيرويد هرمون قليل، تمام؟ لا ده ما بيحصلش. فهو ايه ثيرويد في الحالتين ده. طيب عندي برضه ساعات بيبقى في حاجه اسمها ثيرويد استيميليتنج انتيبوديز، مش احنا قلنا التي اس اتش هو اللي بيعمل استيميليشن للثيرويد هرمون؟ ساعات بيبقى في انتيبوديز شكل التي اس اتش كده دكاتره، بتبقى في بعض الامراض المناعيه، هتكلم عنها تفصيليا في البصوش. تعالوا ناخد كده اخيرا الاكشن بتاع الثيرويد هرمون، هنلخصها في 4 بي. اول حاجه ده بي بي البي الاولانيه دكاتره برين، والبي الثانيه بي ام ار او خليها بون، البي الثالثه بيتا ريسبتورز بيتا 1، البي الرابعه بي ام ار بيزل ميتابوليك ريت. الثيرويد هرمون يا دكاتره بيساعد في عمليه البرين ماتوريشن، الثيرويد هرمون بيساعد في عمليه البرين ماتوريشن ساعه ما انت كنت لسه امبريو، فاهمني؟ لكن وانت كبير لا، ده بيأثر على الاكزايتابيليتي بتاعت الجسم، اتكلم عنها تفصيليا بعدين. فهو الطفل ده لو اتولد يا دكاتره كان الثيرويد هرمون عنده قليل او عند امه قليل، ممكن البرين ما يحصلوش ميتوريشن فيطلع الطفل ده عنده خلف عقلي، فاهمني؟ عشان كده دكاتره في يعني تقريبا في العالم كله دلوقتي، في العالم كله المفروض ان التحليل بتاع الثيرويد هرمون بقى مانداتوري، المفروض اي ست حامل تعمل تحليل للثيرويد هرمون عشان نشوف الطفل ده هيطلع عنده هايبوثيروديزم ولا لا، وفي نفس الوقت عشان الحقه اول ما يتولد اديله ثيرويد هرمون، اعمل له ريبليسمنت، اودي للام اصلا ايه ثيروكس، فاهمين يا دكاتره؟ فدي حاجه مهمه جدا. النقطه الثانيه بون، هو بون ايه؟ بون ماتوريشن. يعني ايه بون ماتوريشن؟ طيب احنا لسه من شويه قلنا ان جروس هرمون بيعمل نمو للبون. طيب دلوقتي حضرتك الطفل اللي مثلا اللي عنده 3 سنين، مش حضرتك متوقع كده ان الفيمر مثلا بتاعته العظمه يبقى لها طول محدد؟ يعني مثلا ندي اي رقم عشوائي وليكن طولها 50 سم. والطفل مثلا اللي عنده 10 سنين المفروض مثلا العظمه يبقى مثلا طولها ايه؟ 55 سم او 60 سم او ايا كان طولها يعني. طب يا دكاتره هو مين اللي عمل البالانس ده؟ فاهمني؟ بيعمل حامد بيعمل فعلا من انتر ريتارديشن. هو مين اللي عمل البالانس بتاع الجروس مع العمر ده؟ يعني مين اللي عمل بالانس البون ايج مع الكرونولوجيكال ايج؟ مين اللي قال ان عشان الطفل ده او والطفل ده عنده 2 سنين المفروض الفيمر ده تبقى مثلا ليها طول معين؟ هو الثيرويد هرمون، هو اللي بيعمل تنظيم للاكشن بتاع الجروس هرمون، فاهمني؟ عشان كده لو طفل عنده ثيرويد هرمون ديفيشنسي وهو صغير، يعني عنده مثلا كونجيتال هايبوثيروديزم او حاجه اسمها كريتينيزم القماءه، نتكلم عنها تفصيل باثولوجي، يقول لك معلومه مشهوره وبتتسال في الامتحان، الكرونولوجيكال ايدج لا يساوي البون ايدج. يعني لما باجي ابص على عظم، طبعا الكلام ده موجود في الشرع، يعني لما اجي ابص على عظم الطفل اجي ابص اقول ايه ده الطفل ده، توقعي كده ان الطفل ده
عنده سنتين، تيجي الام تقول لك ايه لا يا دكتور ده الطفل ده عنده 3 سنين، فاول ما تقول الكلمه دي انت طبعا راجل بذاكر معادله تقول لها ايه ده ممكن يكون ابنك ده عنده هايبوثايرويديزم، فاهمني؟ ده ممكن يكون عنده كريتينيزم فعلا يعني. فاذا البون ايدج مش مساوي، هو بينمو بس بينمو ببطء لان الثايرويد هرمون هو اللي بيعمل ماتوريشن للبون ده. طيب البيتا ريسبتورز دي موجوده في الاوتونوميك نيرفس سيستم وموجوده برضو في الهارت. طبعا الاوتونوميك نيرفس سيستم بيزود الاكشن بتاعه فبيعمل امرجنسي في الجسم يعني الثايرويد هرمون خليك متعصب كده لو هو زايد عندك. اما في الهارت فهو هيزود الهارت ريت والكارديك اوتبوت. ماشي يا دكاتره؟ هو الثايرويد هرمون بيعمل اكتيفيتي في الجسم كله، فمنطقي ان انا ازود مضخه الدم عشان اغطي احتياجات الخلايا اللي انا عامل فيها زياده في النشاط ده، فعشان كده بزود الكارديك اوتبوت. طيب البيزل ميتابوليك ريت هو بيزود معدل الحرق جوه الخلايا، يعني دي خليه اهي فاهمني؟ في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم ايتيبيز دي بتاعه الميتابوليزم بقى بتاعه الخلايا، هزود الاكتيفيتي بتاعتها، هزود استهلاك الخليه من الاوتو، هزود استهلاك الخليه كمان من الجلوكوز فاهمني؟ الثايرويد هرمون في حد ذاته اصلا بيعلي نسبه الجلوكوز في الدم. ماشي يا دكاتره؟ فبالتالي انا محتاج فعلا هارت ريت عالي عشان اغطي احتياجات الخليه من الدم دي. فكل الحاجات دي يا دكاتره لما تحصل هتخلي الخليه تشتغل بشكل اكبر، هتخلي الخليه تحرق اكتر، هتخلي الخليه ينتج عنها طاقه، فبالتالي هتزود البيزل ميتابوليك ريت بتاع الخلايا، هتزود البيزل ميتابوليك ريت بتاع الخلايا. الثايرويد هرمون بيعلي الجلوكوز عن طريق ان هو ممكن يكسر الدهون، يكسر البروتين. فاهمني يا دكاتره؟ فده كده الاكشن بتاع الجروث هرمون. تعالوا نبص على الموضوع ده في الكتاب. طبعا الكلام ده كله يا دكاتره اهو على الرسم بالتفصيل. الكلام ده كله كده على الرسمه بالتفصيل، فطبعا ايه يعني انا افضل ان احنا نذاكره من على الرسمه. في معلومه هنا فارما ايه؟ ان البروبايل ثايروسيل ده انتي ثايرويد، بيشتغل على البيروكسيديز، هتكلم عنها في الفارما تفصيليا. ان البروبايل ثايروسيل ده دراج كده موجود في الفارما بيقلل الثايرويد جلاند ثايرويد هرمون عن طريق ان هو بينهبت الريت ليميتنج انزيم اللي هو البيروكسيديز. تمام؟ طيب في معلومه هنا برضه اهي بالراحه بقى كده عشان انا برضه اشرحها تفصيليا بعدين. الولف تشيك اوف افكت ايه ده بقى؟ طيب بيقول لك الايودايد، يعني بص الرسمه دي الايودايد العالي ده اهو، الايودايد العالي ده اهو، اهو ده ايودايد اهو، اما بيزيد في الدم بيروح يعمل انهبيشن لعمليه الاورجانيفيكيشن دي، اما نلاقي انهبيشن فهيقلل التي 3 والتي 4. دي حاجه اسمها وولف تشيك اوف افكت. طبعا تلاقي ده اسم العالم يعني اللي اكتشف الموضوع يعني. يعني زياده الايودايد في الدم وجدوا ان هي بتعمل انهبيشن للعمليه ده اهي. تمام؟ فتقلل عند التي 3 والتي 4 يا دكاتره. في حاجه اسمها جود باسيدو فينومينا. هتكلم عنها تفصيليا في الباثولوجي. هي عكس بقى الموضوع ده، يعني عكس الولف تشيك اوف افكت الجود باسيدو فينومينا. بس دي طبعا ايه؟ باثولوجيكال يا دكاتره. ماشي دكاتره؟ طيب نبص على الاكشن بتاع طبعا الرسمه دي لطيفه، دي الرسمه اللي احنا رسمناها يعني افضل ان انت تذاكر من عليها يعني. طبعا ده البايندنج اهوت الهيباتيك فيلير اهو المثال اللي احنا قلناه، هيبقى في الاخر برضه دكاتره ايوثايرويد فاهمني، والبريجنانسي دكاتره برضه هيبقى ايوثايرويد. ناخد بالنا كلمه ايوثايرويد يعني نورمال. ماشي دكاتره؟ الكونفرجن اهوت التي 3 بيتحول للتي 4 عن طريق انزيم اسمه 5 داش دي ايودينيز او ايودينيز يا دكاتره. طيب ريجليشن احنا قلنا خلاص بقى تي ار اتش بيطلع تي اس اتش وتي اس اتش بيعملوا سيميليشن. الرسمه دي لطيفه للغايه تمام ملخصه الموضوع. في حاجه اسمها ثايرويد ستيمليتنج انتي بادز او امينو جلوبلين. كلمه امينو جلوبلين يعني انتي بادز، بس دي باثولوجيكال انا بشوفها في الجريفز ديزيز يا دكاتره. عندي اخر حاجه الاكشن. الاكشن طبعا احنا قلنا تي 3 يساعد على الجروث عن طريق البون فورميشن اند ماتوريشن او ان البون ماتوريشن. الحته دي مهمه، هي دي اللي انا قلت عليها بقى في الثايرويد هرمون. احفظ الحته دي زي اسمك واتكلم عنها تاني ما تقلقش في الباثولوجي، احفظها زي اسمك. ده موضع اسئله في الامتحان، اكتب جنبها كده كويشن. يعني دي سؤال في الامتحان يا دكاتره. ده كده سؤال الخط العريض اهو.
ان في الثايرويد هرمون ديفيشنسي البون ايج بيبقى اقل من الكرونولوجيكال ايج. طيب جميل جدا. طبعا بيعمل ماتوريشن للبرين في وانت شخص كبير بيعمل هايبر اكزايتابيليتي، ولو هو قليل بيعمل ريسلسنس، هنشوف الكلام ده تفصيليا باثولوجي. بيزود البيتا ادرينرجيك ريسبتورز في الهارت، فهيزود الهارت ريت وهيزود الكاردياك اوتبوت. البيزال ميتابوليك ريت بيزود الاكسجين، استهلاك الاكسجين في الخلايا، بيزود تصنيع الصوديوم بوتاسيوم ايتيبيز، هيزود شغل الخلايا برضو دكاتره او الكارديو فاسكولار او 2. بص بقى دكاتره الحته دي مهمه للغايه، يعني انا عايز اقول لكم معلومه ان دايما بيحب يسال في الامتحان وات ذا موست كومن كوز اوف ديس. يعني هو مش هيجي يقول لك وات ذا موست كومن كوز اوف ديس، بس هيجيب لك في شكل كيس سيناريو. يعني هيقول لك شخص عنده هايبر ثايرويدزم، ثايرويد هرمون كتير، قلت ان الثايرويد هرمون بيعمل زياده في الهارت ريت، فلو عنده شخص عنده كتير جدا من كميات كبيره فده ممكن يدخل في هاي اوتبوت هارت فيلير، ايه شغل الهارت الازيد من اللازم، هاي يعني القلب قاعد يضخ دم بكميات كبيره جدا لحد ما العضله فشلت من كتر الشغل مني. وطبعا البيشنت ده مثلا حاله زي هايبر ثايرويدزم في حاله الجريفز ديزيز، ذا موست كومن كوز اوف ذيس از اتريال فايبريليشن، يعني بيبقى عنده رفرفه هايبر دايناميك سيركيشن فعلا يا دكتور عيشه، رفرفه اوسينيه كده، يعني اتكلم عنها تفصيليا في الباثولوجي. الميتابوليك افكت بتاعه قلنا ان هو بيعالج جلوكوز عن طريق اي حاجه بقى، يكسر جلايكوجين، يصنع جلوكوز جديد، يعمل جلوكوز اوكسيديشن. ناخد بالنا بقى، ما احنا قلنا بقى ان هو بيدخل الجلوكوز يتعمل له اوكسيديشن جوه الخلايا عشان بيزود الاكشن بتاع الخلايا. يعني هو كان الجلوكوز الجروس هرمون كان بيمنع دخوله في الخلايا، لا ده عادي بيعمل جلوكوز اوكسيديشن، بس هو برضه في نفس الوقت بيعالج جلوكوز لانه هو مدخل الجسم في حاله طوارئ. ماشي يا دكاتره، بيكسر دهون برضه عشان يعمل جلوكونوجينس، يعني الجلوكونوجينس ديت بتيجي من الدهون وبرضه بتيجي من البروتين يا دكاتره، فاهميني؟ بيقول لك ذا اوفرال ايفكت اوف ثايرويد هرمون از كاتابوليك ليس انابوليك. ماشي يا دكاتره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تمت المحاضره الاولى بنجاح دكاتره. اللي عنده اسئله يتفضل، اللي عنده اسئله يتفضل يا دكاتره. ال CRH هو الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، اول سؤال CRH الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ده بيطلع من الهايبوثالاموس يعمل استيميليشن لل ACTH. تمام يا عمر. طيب زينب، اكسكيوز مي دكتور، جويتر اند جريفز ديزيز تو تيرمز فور ذا سيم كونديشن اور ذير از؟ لا لا لا، ده الجويتر والجريفز ده موضوع كبير جدا يا دكتوره زينب في الباثولوجي. ماشي، ده موضوع كبير جدا اتكلم عنه في الباثولوجي. كلمه جويتر ده مفهوم عام، انا ما شرحتش اصلا حاجه عن جويتر النهارده. جويتر يعني انلارجمنت للثايرويد جلاند، ممكن يكون فانكشنال بيطلع هرمون، ممكن يكون نون فانكشنال ما بيطلعش. يعني كلمه جويتر الجلاند دي كبرت في حجمها، ماشي، فممكن يكون الجلاند كبرت في حجمها وبتفرز هرمونات، او ممكن تكون ما تفرزش. اتكلم عن الكلام ده تفصيليا في الباثولوجي. اما الجريفز ده فده اوتو اميون ديزيز، فيه زياده في انتاج الثايرويد هرمون. تمام، هنتكلم عنه تفصيليا في الباثولوجي. تونيكالي انهبيتد يعني بيطلع بيعرفين بشوتس كده يا دكاتره، فاهميني؟ يعني لو طلع بشكل كونتينوس مش هيعمل انهبيشن. السؤال ده حلو، كلمه تونيكالي انهبيتد يعني لو الدوبامين طلع بشكل كونتينوس مش هيعمل انهبيشن للبرولاكتين، يعني فاهميني؟ هو لازم يطلع بشكل تونز كده، تطلع بشكل بالسس كده، نفس فكره برضو البالس ستايل سكريشن بتاع الجروس هرمون. لسه في حد عنده اسئله دكاتره؟ طيب بالنسبه للناس اللي هي مش على جروب الكورس، في دكاتره جروب سيكريت غير الجروب اللي هو الكبير ده، المفروض ان انتوا بعد ما بتاكدوا الاشتراك بتاعكم مع يو اس مالجيت بتضافوا عليه. هو الناس اللي ساعدتنا على الكتب برضو هي الكتب مرفوعه عليه والجدول، فاهمني؟ وان شاء الله النهارده برضو هيترفع عليه كتاب الفيرست ايد عشان المحاضره الجايه. بالمحاضره الثانيه برضو تواصلوا مع الصفحه النهارده،
هي بالفعل موجودة مسجلة، فاهمني؟ فتواصلوا معاها كده النهاردة وهنشوف هنعمل فيها ايه ان شاء الله، يعني يبقى ليها إعادة او